عن جد الحكي سهل يا فكرة، أنا لمين بدي أترك كل هالشغل وأجي؟ أمي ما فيها تضل بدون دواء يا كلثوم، شو بدك إياها إنه ترجع تمرض وتنتكس من جديد؟ خلص ما في حل تاني. ولازم تجيبي الدواء معك، ليش كتر هالحكي؟ شو صاير لك؟ شو هي أول مرة بتمرض فيي أمك؟ شو صاير يعني؟ عم قلك ما فيني أترك البيت هون، شو ما عم تفهم؟ يعني أنت قاعد هنيك بالمشفى والحكي كتير سهل عليك. طيب فكرة، استنى شوي، استنى شوي. سلفتي؟ بدك تروحي على المشفى اليوم لتشوفي زوجك؟ طبعاً أنا بدي روح. ممتاز، حلينا هي المشكلة، عم تقول بدها تروح. هلا أنا رح أبعت الدواء معه. منيح هيك أستاذ فكرات؟ يلا خلص باي هلا. يي ضلت الأدوية اللي بتاخدها حماتي بالبيت بعد ما جبنا للرشيتة، كانت رح تضطر تروح على الدكتور حتى هو يرجع يكتب له وحدة جديدة. مو مشكلة، بما أنه في سيارة باخد لك ياهن. شكرا كتير لإلك. تمام. لا ما في شي، تمام. شو إني غبية أصلا؟ هلا راجي بعت السيارة على الشركة، مو معقول شو وقف مخي؟ بروح بدون سيارة، بس بدك تعلميني على الطريق حتى ما أضيع. لا ما فيك تروحي هيك لأنه ما رح تعرفي، كمان أنتي أمانة برقبتي، إذا ضعتي أو صار لك أي شيء رح كون أنا السبب. أنا عندي فكرة، رح أحكي مع السيد هارون، أكيد رح يبعتك بشي سيارة على المشفى. ممتاز، شفتي كيف انحلت القصة؟ كلثوم الذكية حلالة المشاكل. ماشي أنا رايحة لكان كمل شغلي بالقصر، بتعرفي يعني بدي جهز الفطور، أنتي فطري ولادك والحقيني لهنيك بس خلصي وأنا رح كون ناطرتك، وبما أنه أمينة ما أنا موجودة أكيد رح يصير كل الشغل علي. أوف. يلا رح أضرب الطابة، يلا كملوا شوطة بسرعة. هدف. لا ما كان هدف. المرة الجاية بتفوت هدف، لا تزعل، يلا كمل. شكرا إلك. تعرف انت بتشوط الطابة بطريقة كتير حلوة، برافو عليك. استاذ الرياضة بمدرستي دائما بيقول عني اللاعب الذهبي. يا عيني عليك، انا كنت العب طابة من زمان بس كنت لسه شبي وقتها. كنت تلعب بفريق؟ لا كنت العب بالحارة مع رفقاتي، يعني كنت لعيب كتير وانا كنت سجل كل الاهداف. ما قلت لي شو اسمك يا شاطر؟ أوغور. انت اسم امك آسيا؟ ايه صح. جمال ليش ساكت هيك؟ انت ما بدك هالولد مزبوط؟ لا اكيد بدي الولد، بس انصدمت بالخبر لانه مو وقته. شو نعمل هلا؟ لك نحنا ما عم نقدر نربي هالبنت المسكينة، وعم تقليلي حامل بولد، هي غير الديون تبعنا. مو مشكلة جمال، نحنا رح نشتغل أكتر وهيك بتنحل مشاكلنا. أوف يا آسيا، لك كل هالشغل اللي عم نشتغله دوبنا عم نكفي حالنا، لك تطلعي على وضعنا كيف صاير، ما عم نقدر نرفع راسنا من كتر الشغل. معقول هيك الحياة؟ هيك بيعيشوا البشر الطبيعيين؟ وفوق هاد إجا خيري ورفع أجار السيارة، ما رح يضل إلنا شي من شغل التاكسي بعد هلأ، وبدنا نبعت نرجس تتعلم كتبها ودفاترها وكل مصاريفها الجديدة، ولسه جاية كمان حليب الطفل الجديد وحفاضاته والأدوية. لكو أنا ما بعرف عشو بدي لحي. يعني أنت ما بدك هذا الولد؟ أنا تأخرت لحتى أقدر أقول هالكلمة يا آسيا، تأخرت كتير. طلع على حالي، عمري 23 سنة وما كملت دراستي وما عندي شغل مثل العالم والخلق. شو كنت عم فكر لما تزوجت؟ أنا ما عم بفهم، وهلأ رح يصير عندي ولدين.
ليك يا آسيا، أنا ما عم بحكي هيك لحتى أقهرك، ما بقصد إني ضايقك أو زعلك يا عمري. اسمعي، ما قصدي ضايقك بنوب، أنا متوتر وما عم بعرف كيف رح تزبط أمورنا. أساساً أنا هلأ متضايق من حالي لأنه ما عم بقدر عيشك حياة حلوة. إيه؟ خلص اهدي، رح نسميه أوغور. هيك بدك نسميه؟ إيه؟ لحتى يجيب لنا الحظ، يمكن يصير عنا فرصة لحتى نعيش مثل البشر، مو هيك؟ موافق نسميه أوغور؟ قلت لأمي إني بحب الطابة وبدي صير لاعب، بس هي ما وافقت. آه عن جد؟ وهي ليش ما وافقت؟ ما بعرف، يمكن لأنها بتخاف علي، مفكرة رح أوقع وأكسر رجلي بالمباريات. أنتو صار معكن حادث مو هيك؟ اللي صار لك شي؟ طمني أنت منيح؟ أنا وأمي بخير، بس نرجس هي لهلأ موجوعة، وأبي هلأ هنيك بالمشفى وعملوا له عملية. اللي أنت بتحبه لأبوك؟ أي والله هو أب كتير منيح وأنا بحبه. وهالحادث صار بمكان قريب من اسطنبول؟ أنتوا من وين كنتوا جايين؟ من البيت. إيه بس أي بيت؟ اللي بروسيا؟ أنتوا مو كنتوا عايشين هنيك؟ يلي بعرفه أنه نحنا كنا عايشين بالبيت وأنا ما بعرف الباقي. إذا بدك روح اسألها لأمي، وهلأ بتشوف قديش أنا لعبي حلو، رح صير لاعب كرة قدم مشهور مو هيك؟ وموهوب. أنت عجد شاطر بالطابة. أوغور، شو عم تساوي عندك؟ ولا شيء، أنا بس عم بلعب طابة. لا تعال، ما في داعي تلعب، أنت لازم تغسل وشك بس تفيق من النوم. بس والله أنا غسلته لوشي. بلا حكي فاضي، قومشي معي. طيب بس تركيني بدي أخذ طابة. اتركها هلأ، بعدين بتاخدها. طيب لسه ما ودعته للزلمة يلي هوني. ايه ما في داعي، لا تودعه. علي حبيبي، خلي أوغور ياكل منيح، وقل له إذا ما أكلت قطعتين أمك ما رح تخليك تلعب. ماشي؟ ماشي مرت عمي، رح قل له هذا الحكي، لا تقلقي. هو كان عم يسعل مبارح بالليل، لهيك خلي نرجس تعطيه الدواء تبعه. ماشي رح قل له. لك صح قال، وبدهم ليمون كمان. أوف، أنا مشلوشة وفايتة بألف حي. حدا بده يشرب شاي، والتاني بده قهوة سادة، والتالت طلب مني بابونج. أنا بشر يعني، ارحموني شوي. اهدي، في شي قصة بتحبي ساعدك فيه؟ ايه، حطي مي بالإبريق هداك وروحي صبي لهم شاي. يلا قلبي بسرعة بسرعة. بتعرفي شو جولسوم؟ شو رأيك انتي تفوتي لعندهم وأنا بشتغل هون؟ لا ما بيمشي الحال، أنا رح خلص. يلا ولا تخليهم يستنوا هيك، لأنه هلأ بسمعوني كم كلمة. انت امتى قلتي لي هالي؟ بعد يومين. ايه كتير منيح حبيبي احمد. ايه؟ انت ما قلت لي شو جيب لك هدية بعيد ميلادك؟ رح ورجيك شو بدي من الانترنت يا جدو. يعني منفهم انك رح تطلب هديتك من الانترنت؟ انا رايحة هلأ، يلا دايمي على الاكل. لا لوين، ما اكلتي لسه؟ رح اتأخر على المدرسة، يلا باي. شو بدي اسألك هيلين، انتو ما عم تفكروا تجيبونا امير تاني مثل يلي قاعد هون، ولا حابين تبقوا على ولد واحد؟
أنا كنت عم بستنى منك تبلشي تحكي بموضوعك المهم. كل ما كان في طفل وحيد بأي عائلة مرتي بتسأل فوراً ما عم تفكروا بالتاني؟ ومرتي ما حتبطل هالعادة أبداً يا مدام، كل عائلة إلى طريقة تفكير. عندي فضول أعرف شو يعني؟ يعني ليش الكذبة؟ بصراحة عم نفكر إنه نجيب ولد تاني، وجمال كتير بيحب الأولاد، بس ما بعرف كله نصيب. وين رح نحتفل يا بنتي؟ فكرتوا بالموضوع؟ بصراحة منفكر نعمل احتفال عائلي، ونحن أصلاً عملنا له حفلة مع رفقاته بأنطاليا، وهلأ منفكر نعمل احتفال صغير مع بعض. تمام، بما إنكم قررتوا ومتفقين اعملوا يلي بيريحكم. بس أنا يا جماعة رح أطلب أكبر قالب جاتو بليق بحفيدي، وما دخلكن شو بعمل ماشي، ومن هلأ عم خبركن هالحكي. حبيبي صار لك شي؟ احترقت بالشاي؟ على شو عم تطلعي؟ روحي جيبي شي ومسحي اللي كبيتي. خلص خلص مو مشكلة، حصل خير. شبها كأنه ما اهتمت للموضوع، ولا كأنه غلطت ولا اعتذرت. حتى هي امبارح بالليل ما سمحت لنا نساعد بنتها لما داخت. غريب والله. ايه جمال شو في براسك هلأ؟ قلي أنا فيني ساعدك. ما بعتقد إنك اجيت لهم بس مشان عيد ميلاد أحمد. أنا اللي طلبت منهم يجوا. أوه. ورح يعيشوا معنا هون. ما عم بفهم. أنت هلأ نجحت بشغلك بأنطاليا، ونحن اشترينا هداك الفندق كاستثمار، بس أنت زدت الأرباح بهاي الفترة وخليتها 5 أضعاف، وأنا بدي منك نفس النشاط والنجاح عندي هون. شكراً كتير يا عمي، بس نحن ما عم نفكر نترك أنطاليا هلأ. ما بدي أي اعتراض. من هلأ ورايح رح تشتغل بشركة ديمير خشان القابضة. صهري عم يقول ما بده يشتغل هون يا أبي. لا تحاول تجبره، معقول تدخله على الشركة بالقوة؟ وانت ليش ضايقك هالحكي؟ اللي عندك مشكلة فيه؟ لا ما عندي أي مشكلة، يعني الشغل بالشركة كتير منيح وناجح والوضع ممتاز. انت هيك شايف؟ ايه بابا، يعني اللي حابب تقوله الشغل تمام، وانت عم تعرف تتصرف لحالك وما بدك اي حدا يتدخل بالشغل. بابا انا هذا اللي قصدته، ولحتى الكل يفهموني انا اللي بقصده اني قادر اني دير الشغل هون لحالي، وما في داعي لحدا ابنه. اكيد في داعي. الدعاوي المرفوعة ضد الشركة صارت كثيرة من لما بعدت عن الشركة وتركتك لوحدك. أنت عم تشتغل بطرق غير قانونية بالشركة، ونحن هلأ ما عم نربح أي شيء من الفنادق، وحالياً صار في كثير ديون على الشركة بسبب إدارتك. ما رح أحكي قدام مرتك ليش سمعتنا انضربت بكل السوق بسبب شغلات تانية، وأنت جاي عم تقول عم تدير الشركة بشكل صحيح بكل وقاحة. برافو برافو راجي. عمي انت شو قصدك تقول انه انضربت سمعتنا؟ اذا عم تحكي عن هديك المرة فكل شيء كتب بالجرايد هو تأليف من الصحافة وكذب مؤكد. هالخبر كله كذب، انا بوثق بزوجي وبصدق كلامه انه ما خاني مع اي مرة تانية لحد هذا اليوم، ما بيطلع على وحدة غيري. اسكتي ولا تحكي كلام فاضي وتتدخلي بيناتهم. عمي اللي فتح السيرة، انا بوثق بزوجي كتير. عادي انا هلا فهمت بابا، خلص ما عاد يثق فيني بالشغل، كلامه كتير واضح. شكراً بابا على هذا الكلام. إيه يا صهري، أهلا وسهلا فيك بجهنم شركتنا، جاهز لتحترق.
ليش هيك زعجتوا لراجي من الصبح؟ انتو ظلمتوه باللي قلتوه؟ أنا رايحة أشوفه بالإذن منكم. يسلموا إيديكي. صحة وعافية يا عيوني. إذا لسه بدك كمان خبريني، وشو ما بيخطر على بالك أو بتحتاجي منه بتلاقي منه هون، بس أنتي قولي شو بدك وأنا بعطيك إياه. تمام. صدقيني بعرف إني هلكتك بطلباتي من الصبح، بس وحياتك هي آخر مرة بطلب منك شي اليوم. أنا بدي نظف الغرف وقلت إذا فيكي تساعديني يا روحي وهيك منخلص بسرعة. مثل ما بتعرفي لسه في عندي كتير شغل، بدي لم الغداء وحط العشاء وألف شغلة وشغلة بدي أعملها. بسيطة رح ساعدك. آه ريحتيني. يلا لكان. ليش عم تعملي هيك أمي؟ أنتي ما بيصير تخدميهم. شو عم أعمل بنتي؟ هي طلبت واستحيت إلا ما بدي. نحن اللي كذبنا هالكذبة وهي مفكرتني قرايبتها. لازم سايرة. ما كان في داعي إنك تبهدله قدام الكل يا هارون. عجبك الوضع هلأ؟ مشان يعرف وين حدوده ويبطل يحكي بهاي الطريقة. لا كتير تدقق على كلامه أخي، لأنه بيحبه لجمال. أكيد بكرة بس يشتغلوا سوا رح يتفقوا. بعدين فكرة إنه ننتقل على اسطنبول عجبتني كتير، يعني منتعرف على ناس جداد ومنشوف أماكن غير اللي منعرفها. بصراحة أنا كتير حبيت الفكرة. إيه لاحظت عليك، أنتي كتير حابة ترجعي لهون. على كل حال أنا رايح أجيب جاكيتي لحتى نروح. يلا بالإذن. شو القصة يا هيلين؟ لسه مبارح أنتوا وصلتوا لوين بدكن تروحوا؟ إيه معك حق أمي، بس في عنا رفقات انتقلوا على اسطنبول صلون فترة ونحن وعدناهن إنه أول ما نجي نروح نشرب قهوة عندهم. أنتي مو مسافرة بكرة يا بنتي؟ وعلى شو مستعجلين؟ سهرك مو عاجبه القرار. انت ليش ما اخذت رايهم بالموضوع قبل ما تحكي؟ مو كان احسن؟ انا صاحب القرار بهالشي، بدي اولادي واحفادي كمان يرجعوا يعيشوا معي هون. الموضوع منتهي. اف شايفة كيف لسه مو فاتحين ولا شنطاية؟ على طول أنا بفتحهم. شو بيصير يعني إذا رتبوا غراضهم لحالهم؟ خايفين يتعبوا شوي؟ لا، لازم كلثوم تفتحهم. لمين هالغرفة؟ هاي غرفة الست هيلين والأستاذ جمال، عش الزوجية تبع أميرة هذا البيت. أنا هلأ رح أخذ هدول التياب على الغسيل، وإنتي بلشي ضبي هدول التياب يا عيوني. نحن لازم نحكي. تركني. عم قلك تركني. ما رح أتركك. تركني. ما بدي. عم قلك تركني. تركني بحالي. تركني خليني أطلع. طولي بالك، بدي أحكي معك كلمتين. آسيا أنا لما شفتك بالحديقة تفاجأت وما عرفت شو بدي أعمل، وبعدين ما قدرت شوفك لحتى حاكيكي. شو في عندك حكي جمال؟ قول. نرجس مشغول بالي عليها، صاير معكن حادث وإيدها مربوطة،
شو صاير مع إليلي؟ أنت عن جد عم تسأل هالسؤال؟ كل هالسنين اللي تركتنا فيهم وهلأ بدك تعرف كيف نرجس؟ بالأخير بتضل بنتي. لا، هي ما عادت بنتك لإلك. دير بالك تحكي معها هذا الحكي وتزعلها أبداً. وأوغور كمان شفته لأوغور وحكيت معه، تفاجأت. مفكر ماهر أبو هيك؟ ايه هيك. ليش؟ قليلي ليش خليتيه إنساني؟ لأنك ما بتستاهله. كيف بدك يعني يقول له أبوه راح وتركه مشان ما يشوف وشه وبدون سبب؟ آسيا، أنا آسف، أنا ما كان بدي يصير هذا الشيء، بس ما تحملت، كنت شاب ولساتني طايش، بس ما خطر على بالي إني شوفك هيك بعد كل هالسنين. وإنتي ليك كملتي حياتك وتزوجتي، يعني ما خربت حياتك مو؟ ايه معك حق، نحن مو مطولين هون، لا تخاف ما عاد رح نطلع بوشك ونخرب لك حياتك. لوين بدكم تروحوا؟ على روسيا؟ Başa geri dönüyorsan, nafile beni soruyorsan, sorma, kendini boşa yorma. Bak sana kapalı bu yollar, sanma hep iyi bir son var, sanma, boş yere buna kanma. Kefaretini sanma siler gidişini, hiçbir söz dilinde dönen unutturamaz ihanetini. Öyle bir kader ki bu, öyle bir ceza bana, bin kere vursan da ölmem, ölmem. Son bir sözü varsa kollarına asla deme asla, dönme
çıkıyor bu yollar. İnan kader diye bir şey var. جمال؟ اجاني اتصال مهم من الشغل، ما قلت لحالي بحكي هون. آه، في شي مشاكل؟ حاسستك مو رايق بنوب. نحن امتى بدنا نروح من هون؟ لحظة، ما فهمت عليك، هالشي له علاقة بالاتصال؟ أي اتصال هيلين؟ ما سمعتي شو كان عم يقول أبوكي؟ أنا ما بدي ضل قاعد هون، بدي روح بأسرع وقت، وإذا بدك هلأ بمشي. وأنت ليش بدك يانا نمشي بهالسرعة؟ أبي بده إياك تشتغل بالشركة، فكر بالموضوع. هذا هو السبب يا هيلين، أبوكي بده ياني اشتغل بالشركة، أبوكي بس بيعطي أوامر ولازم ننفذ. أنا هالشي ما عم بفهمه. هلأ أنا متزوجك إلك ولا متزوج أبوكي؟ يعني ليش عطول هو بيقرر وين بدنا نعيش وشو بدنا نشتغل وشو نساوي كمان؟ لأنه نحنا ما كان في عنا شي لولا بابا. هالسبب ما بيكفي يا ترى؟ أكيد بكفي. ليش أنا شو اللي فايدة؟ لو ما كان أبوكي بيحبك ما كنت رح أقدر أمن لك هالعيشة، مو هيك؟ بس بدي أعرف، يعني حضرتك لأمتى رح تضلي تذكريني بهاي القصة؟ جمال، أنت بتعرف إنه مو قصدي ذكرى. أنت ليش عم تفكر بهاي الطريقة؟ هلا يعني خبرني وين المشكلة؟ إذا نحن انتقلنا على اسطنبول مثل ما عم يقول. بعدين أنا مرضيت انتقل على أنطاليا بس مشانك أنت من قبل؟ ها؟ معقول صعب عليك تقبل بهذا الشي كرمال خاطر مرتك؟ ايه كتير صعب. هيلين، ما رح عيش بهالمكان ولا اشتغل مع أبوكي. بدك انت تخبريهم ولا بخبرهم أنا؟ القرار عندك. طيب فينا نعمل عيد ميلاده لأحمد هون؟ أمي مجهزة كل شي. خلينا نمرق عيد الميلاد على رواق وبعدها بخبر بابا. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب أنا ناطرتك تحت. آسيا، وين كنتي يا بنت؟ فتلت عليك البيت كله وما كنت لاقيكي. يا حبيبة قلبي، ليش عم تبكي هلا؟ زعلانة على ماهر مو هيك؟ أنا قلت لك تعملي التخت مشان تلتهي شوي عن التفكير، بس ما خطر لي إنه رح تزعلي زيادة. لا مو هيك بنوب، بس أنا ما قدرت رتب التخت. ولا يهمك، أنا هلا برتبه، بس وصلي هذا الدواء لأمينة وبعدين روحي وارتاحي. طيب بس كيف بدي روح على المستشفى؟ هلأ من شوي شفت الشوفير جاي بسيارة على المدخل، معناها في حدا بالبيت بده يطلع. أنا رح روح أسأله إذا بيقدر يوصلك بطريقه على المشفى. أنت روحي جيبي شنطاية أغراضك وجهزي حالك لبين ما أمن حدا ياخذك. ديروا بالكم ما توقعوا وأنتوا عم تركضوا، انتبهوا يا أولاد. ها الست هيلين، أنت اللي طالعة من البيت لك؟ ايه. بدك شي؟ يعني فيني اطلب منك طلب صغير بس ما يكون فيها ازعاج. اكيد حبيبتي، شو بدك؟ سلفتي آسيا كتير حابة تروح على المشفى حتى تطمن على زوجها، لانه يا حرام حاطينه بالعناية المشددة من مبارح، وهي اجت حتى ترتاح بس مشغول بال عليه. وهي ما بتعرف شي باسطنبول، بتعرفي هي كانت بروسيا ولساتها جديدة على الطرقات هون، لهيك إذا في مجال توصليها لأقرب مكان على المشفى إذا بتريد. لا قول سوم،
ما في داعي تعذبيها، أنا بدبر حالي. لا شو هالحكي، خلص أكيد نحنا منوصلة. لا عن جد ما بدي عذبك، ومشواري مو كتير بعيد. لو في عذاب كنت اعتذرت منك وما قلت لك من الأساس إنه بوصلي. نسيت أعرفك على حالي، أنا اسمي هيلين. آسيا. آسيا، يعني طلعتي مو بس انتي حلوة واسمك كمان حلو مثلك. مزبوط حبيبي، هالاسم كتير حلو وظريف، آسيا. نسيت عرفك على زوجي، اسمه جمال. هو أكتر إنسان بحبه بهالدنيا. ليك حبيبي، آسيا كان بدها تروح على المشفى، فينا نوصلها بطريقنا؟ ما بياخد معنا الطريق أكتر من 10 دقايق بس. إيه ماشي. إيه يلا لك نطلع. طيب بدي اياكي تسلمي لي على كل يلي هنيك، ايه؟ وان شاء الله يكون في اخبار حلوه عن زوجك. لساتك واقفه، مو حلوه تخليهم ينطروا، يلا روحي. ما في تطورات جديدة بوضع ماهر؟ لا. شو هالوضع هاد؟ معناها ما بتعرفوا امتى بده يطلع من العناية المشددة. هو ما كان يحكي لك شي عن الحياة هون وشو كنا نعمل؟ بلا، كان يحكي لي شوي. صدقيني ماهر شاب ما في مثله، حباب ومهضوم، وكان يدير باله علينا. إن شاء الله يتحسن ويرجع بسرعة. أنت لو تعرفت عليك أنت حبيته أكيد. صح آسيا، نسيت إلك شغلة. بتعرفي إنه بنتك طالعة صبية بتطير العقل؟ تشبهكن كتير على فكرة. شكرا، الله يبعث لها حظ حلو ويبعد عنا أولاد الحرام والمنافقين. ايه والله معك حق. كيف صارت إيدها، ما تحسنت؟ ايه مبلا، هي صارت أحسن. هلأ ماهر صار في عنده بنت صبية؟ والله ما عم صدق ابنه. في عندك صبي صغير كمان مو هيك؟ شفته عم يلعب مع أحمد، قليلي شو اسمه؟ أوغور. شو هالاسم الحلو هاد؟ بس عيونه كأنهن عيون أبوه ماهر. هو وأحمد بنفس العمر تقريباً مو هيك؟ أحمد؟ إيه ابننا أنا وجمال. عمره 6 سنين، يمكن أوغور أكبر منه بشوي. إيه عمره 7 سنين. كتير حلو، معناها أوغور بيصير هلأ مثل أخوه الكبير تماماً.
شكراً عذبتكم معي. لحظة شوي آسيا. جمال، أنا كمان حابة أشوف ماهر، شو رأيك ننزل نشوفه ونطمن عليه؟ لا هيلين، نحن تأخرنا كتير على الجماعة، مو حلوة يستنوا. أي مزبوط، معك حق. طيب لكن منرجع لعنده بعدين. يلا حبيبتي آسيا، مع السلامة. الله يسلمك. تعرف جمال، هالمرة كتير حلوة بس باين عليها متضايقة وزعلانة. ايه طبيعي، اكيد زعلانة على ماهر. والله معها حق، ابو ولادها قاعد بالعناية المشددة وما بيعرفوا اذا بيطيب وبيطلع ولا بده يضل على هالحالة. اكيد مو سهلة عليها تشوف ابو ولادها قاعد بالعناية المشددة. طبعا طبيعي تكون متضايقة. هيلين حاجة، بكفي بقى. شباك شو صار لك؟ من وقت ما اجينا لهون وهالعالم قاعدة بوشنا، لسه منخلص من قصة ماهر بتطلع لنا مرته. افهمنا بقى، نحنا ما منعرفون، عشو مهتم كتير بالقصة يعني؟ بس انا بعرفون جمال، لازم تكون بتعرفون انت. ايه طيب انا ما بدي اعرفون. ما عندك موضوع تاني غير هالسيرة؟ من وقت ما اجينا وانت مو على بعضك وما بعرف شو اللي عم يصير معك. إذا ضل الوضع هيك منستعجل أكتر بالرجعة، أحسن للكل بيكون. منيح يلي جيتي مرت أخي. طالعوا أخي من العناية. طالعوا؟ إيه طالعوا من ساعتين. حكيت مع جلسوم بس موبايلها مسكر، لو ردت علي كنت بدي خبرك فورا، بس انا ما بعرف شو صاير معها حتى مسكره موبايلها. انا مبسوط اخي، صحي هذا الخبر حلو كتير. والباقي ماله مهم، الدكتور اجا وشافه وقال انه ما في شيء خطير، يعني صار فيه يرجع على البيت. شبك ليش عم تبكي هلا؟ عم قلك صار منيح. اذا مو مصدقتيني تعال نشوفه سوا. يلا تعال، يلا يلا امشي. على مهلك يا ابني، شوي شوي لا تقوم بسرعة. ما بدي، لا 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 أمي، أنا صرت هيك. منيح مشي الحال، ما فيني شي، خلاص خلاص. أخي شوف مين جبت لك معي. يلا تفضلي. آسيا انتي لساتك هون؟ وين بدها تروح يا ابني؟ ليش نحن منتركها؟ يلي صار معكم كأنه معجزة، كنت انت ومرتك وولادك بنفس السيارة وما حدا منهم صار له شي الحمد لله. مين ولادي؟ ولادك يا اخي، نرجس وأجور. شو القصة؟ لسه الصدمة مأسرة عليه؟ قال لك شي الدكتور؟ لا ما قال له شي الدكتور. آسيا تعي يا بنتي قربي. ايه قربي. يلا قربي، يلا يا بنتي يلا قربي لعنده. سلامة قلبك. الله يسلمك. آسيا يا ريتك جبتي الأولاد معك كمان لهون، كانوا اطمنوا على أبوهم. ليش هي كانت بتعرف انه فاق؟ كانت جاي لحتى توصل لك الدواء امي. هلا بس يرجع اخي على البيت بيشوف الاولاد وبيطمنوا عليه. ايه مو احسن؟ امي شو رايك نطلع ونتركهم لحالهم شوي؟ والله معك حق، يمكن في شيء بدهم يحكوه خجلاني. يلا تعي. ابني نحن رح نروح نجيب لك شيء تشربه، ماشي؟ ايه ماشي امي، شكرا لك. هتعطيني الشنطة؟ يلا يلا بالإذن. يلا تفضلي. يلا عن إذنكم.
أنا كتير آسفة، صدقني ما كان بدي حطك بهذا الموقف، بس كنت مجبورة. آسيا، ما بعرف أنت ليش عم تعتذري مني. أنا صار معي حادث وبعد ما فقت طلعت متزوج وعندي ولاد، شو القصة؟ هلأ وقت كنت بغيبوبة إجوا الشرطة لهون وكانوا مفكريني مرتك لأنه كنا بنفس السيارة، ونحن عم نحكي إجا أخوك على الغرفة وسمع الحديث وأنا ما قدرت أقول له الحقيقة. يعني قلتي للكل إنك مرتي؟ ليش؟ عم أسألك بس لحتى أفهم يا آسيا، لو إنك حكيتي إنك مانك مرتي كانت خلصت القصة، بس ليش ما حكيتي؟ ها؟ خفتي من الشرطة؟ آسيا احكي لي، أنا ما نسيت وقت شفتي الشرطة كيف تخبيتي؟ رح نروح ماهر، بعرف إنه اللي عملته غلطة كبيرة، بس خلص رح أخذ ولادي وروح. بتكون تروحوا؟ وأنا شو بدي إلا لأمي وقتها؟ كيف؟ بس تشوف مرتي وولادي تركوني وراحوا ما بدها تسألني ليش رحتوا؟ ليكي آسيا، أنا بعرف من أول ما شفتكن أنه صاير معكن شي مشكلة، أنا ماني أجدب، بس قبلت ساعدكن صح؟ بس هلأ كل عائلتي صارت بتعرف أنه أنتي مرتي وولادك بكونوا ولادي، لهيك بدك تحكي لي شو صاير معك وشو هالمصيبة يلي بتخليكي تهربي بهالطريقة مشان أعرف كيف فيني ساعدك. الحمد لله على سلامتك، خبرني هلأ كيف حاسس؟ يعني لسه في شوية وجع بس أحسن من قبل بكتير. يعني دكتور ما رح يصير عند ابني إعاقة أو أي شيء تاني مو هيك؟ لا لا يا خالي ما في شيء، كانت حالته صعبة بعد الحادث بس الحمد لله تجاوبه للعلاج كان ممتاز، ووقت كان بالعناية ما صار معه أي مضاعفات. خليني هلأ أفحص لك الضغط مشان نطمن وبعدها فيك تطلع، بس بدي ترتاح بالبيت وترجع لنا بعد يومين. لو سمحتي ممكن تفكي له سيروم ما بقى بحاجته. الحمد لله على السلامة. شكرا كثير. شكرا دكتور. طيب أنا رح حاكي كلثوم تمام وإلا الخبر الحلو منشان تطمن الأولاد، كانوا خايفين كثير. حبيبي نرجس، يلا تعالوا بسرعة يا أولاد وصل أبوكم. لوين وصلوا؟ لهون يا بنتي، عم قلك أبوكم صار هون. انزل على مهلك. أنا منيح الحمد لله. شوي شوي على مهلك يا ابني. لا تاكلوا همي أنا منيح. على مهلك. الحمد لله على السلامة، أنا بكون كلثوم مرته لأخوك فكرة، تشرفت بمعرفتك. أهلين الله يسلمك. وهذا ابننا علي جان. علي جان وينك؟ أنا هون، ليكني ماما جاي. أهلا وسهلا عمي. كيفك ابن أخي؟ أنا منيح وأنت؟ منيح، فكرة شايف ما شاء الله ابنك صاير بطولك. إيه وبنتك كمان. ليش واقفين بعيد يا حبيباتي مثل الغربة؟ ها؟ ما تروحوا تسلموا على أبوكم؟ يلا كيفك يا ابني؟ تعال اشتقت لك بابا. أهلين بالبطل.
تعرف إنه أبوك اشتاق لك كتير؟ عذبتهم بغيابي؟ لا ما عذبتهم أبداً، وكنت كتير شاطر وآدمي مثل ما بتعرفني يعني. برافو عليك، برافو. بنتي كيفك؟ معافى. الله يعافيك. شبكن واقفين هون؟ ما بدكن تفوتوا على البيت؟ يلا ما بدنا نتعبوا لماهر، يلا نفوت. تعا معي امشي. شكله رجع ماهر. والله فرحت لهم من قلبي، خلص اليوم بتنام مرته وهي مرتاح بالها. حبيبي انت شو كنت عم تعمل هون؟ هالكم يوم ما عم لاقيك غير واقف لحالك بزاوية وعم تصفن. اللي كنت عم تفكر فيني مو؟ ولا كنت عم تفكر شو بدك تجيب لي هدية مشان تصالحني بعد اللي عملته فيي هاليوم؟ خليك عم تفكر لنشوف شو رح يطلع معك. يلا فوت. اهلا وسهلا فيكم، ارتاح. تعال اقعد. يلا عملت لك اكله شيخ المحشي خصوصي كرمالك. اول شيء اخترت شو بدي اعمل، بعدين تذكرت انه مرت عمي امينه عم تطبخ هاي الاكله وكانت عم تحكي لي عنك وخبرتني انك بتحبها كثير. جوعان جيب لك الاكل هلا. لا بعد شوي بناكل. اسلموا. ليش واقفين هيك يا بنتي؟ ما تفوتوا تقعدوا، خذوا راحتكم حبيباتي. يا ابني يا فكرات، انت جبت له الدواء لاخوك؟ ايه جبته معي، ما تشغلي بالك. كتير منيح. لساتك موجوع يا ابني؟ لا امي هلا صرت احسن. اوه كتير منيح، عم تتحسن بسرعه. كنت على طول بغيابك فكر باللي كنت عم تعمله وقول لحالي قديشك شخص عنيد. هالمره المسكينه من وقت ما عرفتها من 17 سنه وهي عم تبكي على فراقك وانت ما حكيتها ولا مره. قلسوم شو رايك انت تريحي حالك وما كتير تتدخلي بهي القصص؟ ماشي؟ هالشي بيني وبين ابني مفهوم؟ ايه حماتي انا ما كان قصدي اتدخل، بس كرمال جوزي هو ما بيعرف ليش سافر اخوه. هلا شو قلت لحالي؟ انه تحكوا لنا شو اللي صار لحتى نفهم. قلسوم انت لا تتدخلي يا قلبي. ايه خلص سكتت. ايه كتر خيرك. بصراحة أنا تعبت من القعدة، يمكن الأحسن إلي إنه نام بتخفيف. إيه معك حق يا سعادة. يلا يا بنتي غرفة الضيوف جاهزة مو هيك؟ إيه أكيد جاهزة، أنا غيرت الشراشف ورتبت له كل شيء بالغرفة وحطيت له أواعي نظيفة لحتى يغير. يسلم. دعي آسيا سعدي. يلا يلا يا بنتي. يلا. لكان أنا رايحة على القصر. إيه صار لي ربع ساعة تاركتون، هلأ بتكون قامت القيامة لأنه ما شافوني. يسلموا. أكيد بدك تنام شوي، رح أتركك تغير براحتك. لا أنا قلت هذا الشيء مشان نضل لحالنا، ما بدي نام، أنا حابب كمل حديثي معك. بدي أعرف أنت ليش عملتي هيك؟ ليش كذبتي وعملتي حالك مرتي يا آسيا؟ شو القصة؟ ليكي هالشي ما بيخصني لوحدي، وعيلتي صار إلها علاقة. أمي مفكرتك كنتها وولادك بيكونوا أحفادها،
بدك تعطيني سبب واحد لضل عم ساعدك. مشان نرجس. ليش شو بها نرجس؟ مرت عمي. تليفون لإلك. أهلين ميرال. آسيا، شو أخبارك؟ صرتي أحسن هلأ؟ إيه أنا منيحة. صار معك شي بالموضوع اللي حكينا فيه؟ لا والله ما مشي الحال، المدير ما عطاني سلفة. الله وكيلك قطع إيده وشحد عليها، صار يقول لي ما بيعرف من وين بده يقبضنا هالشهر، وبعدين صار يغير الحديث كله. ما فيك تدبري لي ياهن من شي حدا تاني؟ وحياتك ما عم يخطر عبالي حدا. أنت بتعرفي البيرو غطا، العالم هون يا دوب عم تكمل يومك. الحق معك، يسلم إيديك، برجع بحاكيكي. مع السلامة. شكراً لك. العفو مرت عمي. يلي رح تبعت لك مصاري ما تأمنوا معه. احكي لي شو صاير. بترجاكي آسيا، انتي لازم توثقي فيني. يا أما ما فينا نكمل بهي الكذبة. بنتي قتلت زلمة. شو؟ هداك الوسخ كان بده يتحرش بنرجس، بس قتلته وقت كانت عم تدافع عن حالها. وبس رجعت على البيت وشفته أخذتها وهربنا من أماسيا. كنت بدي روح على قديرنا مشان عيش مع خالتي، أو حتى أترك الولاد عنده وأقول للشرطة أنه أنا قتلته، بس ما زبطت. أنا وعلى الطريق خبرتني خالتي أنه رايحة تعيش بألمانيا، لهيك ما بقي لي حدا ابنه. ووقتها ما عرفت شو بدي أعمل لحالي. ولما نحن التقينا فيك كانت الشرطة لاحقتنا وعرفوا السيارة اللي هربنا فيها. ووقت اللي شفت إنه ما معي مصاري يكفوا، ما لقيت إلا سيارتك أطلع فيها. بنتي ما في مثل، صدقني ماهر، وهي بريئة كتير كمان، بس كانت مجبورة. آسيا ليش عم تبكي؟ البنت ما عملت شي غلط. لو أنا محلك كنت عملت نفس الشي. يعني لو رفيتك قدرت تتأمل لك المصاري لوين كنتي رحتي؟ الشرطة رح تلاقيكي. ما بعرف كيف بدي أتخبى، بدي دور على شي محل بعيد. بس لأمتى بدك تضلي متخبية؟ المصاري بيخلصوا، لازم تشتغلي شي. وبهالحالة ما فيك تشتغلي، ما فكرتي بهالموضوع؟ بلا فكرت، معقول ما فكرت بهالشي؟ بس شو طالع بإيدي أعمل؟ يعني نحن ما بيصير نضل قاعدين عندكم. بلا فيكن. هلأ ما في حل تاني. ليكي آسيا، أنا ما رح خليكي تفكري تضحي بحالك. يمكن تلمسكي أول ما تطلعي من هون. انسي الفكرة وخلينا نكمل هالكذبة. أنا ما عندي مشكلة. بعدين ما بدي
حدا يقول عني إني شخص مسكين. خليهم يفكروا إني قدرت أسس عيلة، هيك أريح لراسي. ونحن لأمتى بدنا نضل عم نكذب على حالنا؟ هلأ ما في جواب، بس رح نلاقي حل. أنتوا دخلتوا على حياتي ورح تضلوا فيها. ما رح أتخلى عنكن. هيك اتفقنا؟ بدي نام شوي هلأ. كل لحظة بهاليوم كانت صعبة. أمي، حكيتي مع ماهر مو هيك؟ مشان يسايرنا بهالكذبة هالفترة. ايه حكيته. انتي خبرتي كل شي؟ بس ما حكيتي له عن خليل مو هيك؟ لسه ما عرف. خبرته كل شي. شو؟ انتي كيف بتحكي له أمي؟ كيف يعني بتخبري زلمة ما منعرفه اني قتلته؟ شو بدك يعني أعمل؟ الزلمة ساعدنا وضل مكمل معنا بهالكذبة، يعني أنا ما قدرت خبي عليه مشان نضل قاعدين هون بنتي. بس أنا ما بدي إنه نضل قاعدين بهذا البيت. مو أنتي قلتي رح نروح؟ كان فيكي تخبي، ليش حكيتي له؟ نرجس، ميرال ما بعتت المصاري. شو؟ ما بعتت؟ لا. طيب وبابا؟ الليلي كيف بدنا نضل بهذا البيت وهالزلمة قاعد هون؟ أمي شو رأيكم كيف كان يلي عملته؟ كنت شاطر؟ شو عملت يا روحي؟ ما شفتيني كيف سلمت على ماهر وصرت قله يا أبي؟ الكل صدقوني. ايه صدقوك لأنك شاطر. حتى أنه هو صار يقلي يا ابني، يعني أنت قلتي له مشان يمثل معي كمان مو هيك؟ ايه أنا حكيت معه بدنا نضل عم نمثل كل هاي الفترة ابني، ما في عنا حل تاني بنوب. أمي، أبي ما رح يزعل مني لما ناديت له لماهر أبي مو هيك؟ أبي بيكون عم يشوفنا من الجنة، ما بيزعل إذا كنت عم أقول لحدا تاني أبي، صح؟ بيكون عرفان إنه تمثيل مو؟ وقول أبي ما رح يزعل من شي، لا تخاف. يا روحي يا روحي انت. ماهر. اهلين امي. شفت آسيا طلعت من هون، قلت بشوفك شوي لحالك. ايه تعالي عادي امي تعالي. يا ابني ما قدرنا نحكي مع بعض، وبصراحة أنا ما فيني أتصرف معك وكأنه ما صار شي بالمرة. أنت سامحتني من قلبك؟ بردت النار اللي بقلبك يا ابني؟ أمي أنا ما كنت زعلان منك، الموضوع منتهي عندي، أنت ما إلك أي ذنب، أنت بتعرفي شو كان رأيي.
شو بيعرفني؟ حسيت إنه همه كابس على صدري، ولما أنت ما كنت تحاكيني قلت معناتها ما سامحني لسه. ما حاكيتك مشان أنسى. شو بدك تنسى؟ أنتي وأخي ويلي بالقصر، الكل كانوا عم يذكروني بشي واحد بس، إني أنا شخص وحيد، وأنتو يلي كبيتوني برا. لهذا الشي ما اتصلت، ما قدرت، بدي أنسى كل شي. يا ابني بس أنت مانك وحيد أبداً، ليش هيك عم تحكي؟ لك أنت نسيت أني أمك؟ شوف هاي فكرة من أول ما أجيته هو عم يقلك يا أخي ويا أخي، ومرتك ولادك بيحبوك ومتعلقين فيك يا ابني، لا تقول أنك وحيد. ماهر انسى هالموضوع. ابني بدي أسألك سؤال، أنت لأمتى ضالل هون؟ راجع على طول، هارون يلي طلبني. راجع على طول؟ عم تحكي عن جد؟ إيه عن جد؟ يا ابني أنا ماني عم صدق اللي عم اسمعه. يا حبيبي أنت يا ابني. أمي خلصتوا حديثكم؟ شو يا فكرة؟ الأستاذ هارون نادالي وقال لي ناطر ماهر بكرة بالقصر، هيك حكى. بس شو بده منك؟ شو بيعرفني شو بده؟ يمكن بده يحكي معه شي مهم. يلا خلينا نروح مشان يرتاح أخوك ويناموا الأولاد. يلا يا ابني أنا رايحة وأنت تعال. خاطرك تصبح على سلامة. تصبح على خير. يلا أمي يلا. ليش طلعتي لي هلا آسيا؟ ليش؟ 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 سلم إيديكي. في شي آسيا؟ في حدا بالجنينة؟ لا ما في حدا. آسيا؟ تاي جولسون. ها سلفتي، حطينا فرشة على الأرض بغرفة أمي أمينة، رحت نام نرجس هنيك، قلت لحتى خبرك. وقول رح ينام اليوم عندكم لنشوف شو رح نعمل. طيب يسلموا جولسون. تصبحوا على خير. وأنت بخير الله معك. أنت رح تنامي على التخت وأنا رح نام هون. لا ما بصير، أنت لساتك مريض. أنا منيح ما فيني شي. بس يا ماهر. خلص آسيا، ما بصير تتناقشي مع شخص طالع اليوم من العناية المشددة. طيب ماشي إذا هيك بدك، أنا برجع شوي تاني. طيب ماشي. جوا. يا ويلك إذا بشوفك ماسك غرض مو لألك. ليش يعني؟ أنت شو دخلك فيني؟ أنتوا ليش عم تتخانقوا؟ أختي جنت علي وما كانت تخليني أركب على البسكليتة يلي برا. نرجس كان في بسكليتة هون بالحديقة، إجيت لأعمل دور عليها قامت أختي ما خلتني أقرب عليها. هاي البسكليت لهدوك الناس يلي بالقصر، شفتي هداك الولد الصغير؟ هاي بسكليته. أنا وأحمد رفاق كتير، وأنا مثل أخوه الكبير كمان. أنت مانك أخوه ولا شي، شو هالحكي الفاضي؟ نرجس يعني شو فيها؟ وإذا كنت أخوه؟ أمي قولي له. خلص بقى روقوا يا ولاد، أنا عندي حل كتير حلو. اليوم الصبح شفت معالي جان بسكليت، شو رأيك تاخدها دورة موافق؟ هي البسكليتة كتير كبيرة أنا ما فيني أركبها، إذا بدي جرب سوقها أنا رح أوقع على الأرض وما رح أقدر. إيه بلا ما تركب على البسكليتة كلها لكن، مو ضروري كل ما عمل أحمد شغلة بدك تقلده. نرجس خلص.
عطيته الموبايل ابني؟ ايه عطيته يا. عشو عم تدور؟ على البسكوت. ها؟ لقيتهم. ما بصير تاخد البسكويت بدون ما تخبر اصحابهم ابني. بس ستي قالت لي انه فيك تاخد ايمت ما بدك منهم. امي؟ هاد شوي تاني رح يصدق انه سته عن جد. انت ليش ما فيك مخ يا ولد؟ نحن في عنا ست هون؟ انت ما دخلك فيني، ما لك علاقة. أنا كتير بحبهم وهن كمان كتير بحبوني. ماشي يا أقور، أنا ما رح أتدخل. نرجس أمي، فينا نضل قاعدين بهذا البيت على طول؟ أنا كتير حبيته. ليش فينا نتركه؟ مو حضرتك تركتهم يسرقوا لنا المصاري؟ يا أمي حاكية، أختي عم تضل معصبة مني وعم تزعلني منها كتير. نرجس لا تتفششي بأخوكي، لأني بعرف منيح أنت من شو عم تضلي معصبة. هو لساته صغير وما بيعرف شي. ماشي بنتي؟ روقي حبيبتي. خلص تعال هون، بدي صالحك. طيب ماشي. ليكو هالأجدب بيقلها ستي كمان. عم تقلها لقلسوم مرت عمي؟ ايه أكيد، ما هي على الحالتين اسمها مرت عمي، بس أنا أكتر حدا بحبه هو أبي، يعني قصدي عمه ماهر. ايه حبه لنشوف. أوف شو اشتقت لأحضنك. ما بدك تجي أمي لعنا كمان؟ أوف يا روحي، أنتو شو بحبكم. أنت ما في عندك حساب؟ ضيفيني. طبعاً عندي. بالأصح أنه كان عندي، بس اضطريت سكره من شان ما يلهيني عندي راستي. بس افتحه رح ضيفك. طيب. لا ليش هيك؟ خلص شحن جهازي، رح روح جيب الباور من جوا وارجع لك، بعدين بفتح حسابي وبرجيك الصور. شفتي بابا؟ وأنا ليش بدي أشوف أبوك بالله؟ مفكرني الحارسة الشخصية تبع حضرته من شان تجي وتسألني عنه؟ بس عم أسألك، بلكي شفتي لأنه تأخر. أحمد؟ لا تخاف، ما عملت شي لأبنك، ما أكلته. وليش عم تحكي بهالطريقة؟ انتي ليش عم تصرخي على أبي هلأ؟ هو ما عمل لك شي. لأنه أبوك واحد كذاب، روحوا خدوا من هون. هو مانو كذاب وما بصير تحكي عليه هيك. طيب حبيبي خلص، هي عم تمزح. إيه خلص، أنا اللي رايحة من هون ورح أتركك مع ابنك الوحيد. شوفتك لحالة بتخليني أقرف. استنى شوي، لا تروحي نرجس، استني. أوعك تلمسني. بعرف إنك معصبة، بس أنا لازم أحكي معك. شو لسه بدك تحكي معي؟ إذا أنا ما بدي أسمع صوتك. نرجس عن جد شو بدك تحكي؟ ها؟ بدك تقلي كيف تركتنا وكيف هديت الدنيا فوق راسنا وهربت، ولا بدك تخترع تبريرات؟ لا تحكي معي هيك نرجس. أنا ما بدي أسمع أي شي بتقوله لأني ما رح صدقك. نرجس خبي كذبك هاد لأبنك الجديد. نرجس دمره مثل ما دمرتنا. لا تحكي معي هيك. نرجس شايدك عنا أحسن لك. ها؟ أنا بس كنت بدي حاكيها. تعالي استني لحظة. لا تقوم انت، انا رح شيله. لا خلص انت قعدي ارتاحي شوي. خلص هلا بشيل هدول وبقعد. شكرا. فكرت شو جبتها معك؟ ايه طبعا يا اخي، جبت احسن نوعيه بالسوق. يا سلام،
الله يسلم ايديك. تكرم عينك ولو بعدين شبك أجور مثل ابني. أجور أجور يا بطل، ابوك عم ينادي لك، اكيد هو بالجنينه. أجور هي ابي جاب لي بسكليته، تعوا شوفوا ما احلاها بسكليتي. ايه والله حلوه، الله يهنيك فيها يا عمري. اي بسكليت هي؟ البسكليته بتجنن وبتاخذ العقل. عن جد عجبتك؟ ايه كثير عجبتني، ولونها ازرق كثير ظريف وبدولابين كمان، يعني هي صارت إلي هلا؟ إذا عجبتك فهي إلك. أنا كتير بحبك عن جد، يسلم إيديك بتجنن. يسلم إيديك أبي، الله لا يحرمني منك كل العمر. يلا روح خد لفة عليها. أي رح جربها. استنى أجور، بدي روح جيب بسكليتي ونلعب سوا أنا وياك. طيب ناطرة، على الأغلب هي بالمستودع يا ابني، يلا روح جيبها بسرعة. عن جد شكراً كتير، ما كان في داعي تتكلف لهالدرجة. المصاري ولا شيء أكيد، المهم فرحة الولد. شكراً. الله يخلي لك يا يخلي لك ابنك. مرت أخي، أنت محظوظة بماهر. ايه وماهر طبعاً محظوظ فيها كمان، طلع عليها قديش هي بتاخد العقل. طبعاً يا قلبي حكيك صح، هن الاثنين ما في منهم، وأهم شيء إنهم مهتمين بولادهم، وأخي ماهر طالع لي لهيك ظريف. عن جد فكرة أخوك كتير بيحبك. طبعاً يا ماهر. طبعاً بحبه، وحتى بدي أقول لك شغلة عن ماهر يا مرت أخي، أنت لازم تعرفيها، هو من لما كان صغير هيك ما بيهرب من المسؤولية، وبيعتني بكل اللي حواليه أبضاي. فكرة؟ اللي فينا نحكي شوي مع بعض؟ عندي حديث مهم. ايه تكرم عينك أخي، شو صاير؟ هلأ رح تفهم. جلسوم كمان تعالي، وجودك ضروري. ماشي أخي ماهر، خير إن شاء الله. عمو ماهر رجال كتير منيح أمي، أنت شو رأيك؟ مزبوط كلامك. تعال يا حبيب ستك تعال، امسك هدول البوالين. حبيبي دخيله يلي اليوم عيد ميلاده. ليك انت خد الجاتو واترك لي باقي القصص. واو هدول البالونات كتير حلوين عن جد. شكراً كتير، جبناهم لأنه اليوم عيد ميلادي. والتيتا اشترت لي كل الهدايا اللي معنا. يا سلام شي حلو كتير. شو رأيك نلعب بالبسكليت مع بعض؟ ايه ليش لا؟ هلأ فيني روح تيتا؟ ايه فيك تروح، بس أهم شي ما توسخ تيابك، لأنه بدك تطفي شموع عيد ميلادك بعد شوي. دخيل هالويش أنا. علي جان جيب بسكليتة أحمد لهون على السريع. هي تكرمي. انتي ساعديني بحمل هاي العلب لنفوتهم. تعالي وراي. يلا تعالي خلينا نحطهم بالحديقة الثانية يلي برا.
ليش عم تبكي وليش كل هالدموع؟ أمي، أنتوا جيتوا؟ إيه يا روح. بابا عنده عيون كبيرة وكمان بيشوف كل شي بعيد، أي شي بدي إياه بسأله عليه، وإيديه قوايا كتير وعنده عضلات، في يشيلني على السما وينزلني كمان. طيب ماشي يا بنتي، لا تخافي، أنا سجلت كل شي عندي وحفظت هاي المعلومات. أنت رح تلاقي أبي مو هيك؟ ايه؟ الله يوفقك، أكيد هو ضايع. نرجس بنتي، أنا وصلتك على المدرسة، أنت ليش إجيتي لهون قليلي؟ اهدي يا أختي، ما في شي بيخوف عادي. لما قلت عم تتصل من المخفر خفت كتير، فكرت إنه صاير لشي وإجيت فوراً لهون. لا مو هيك الموضوع، وما في شي بيخوف روي، البنت إجت لعنا مشان تطلب المساعدة من الشرطة. هي قالت هيك؟ هي طلبت منا إنه نلاقي لأبوها، وعم تقول إنه مفقود. بس أبوها مانو مفقود يا أخي. فهمت فهمت، رح أترككم لحالكم هون بالإذن. نرجس يا بنتي الحلوة، أنت ليش إجيتي لهون؟ أبوكي راح وتركنا، هو مانو مفقود يا بنتي. لا ما راح وتركنا، أكيد هن خطفوا ماما. قولي للشرطة يلاقوا، الله يوفقك. نرجس هو سافر ومانو مفقود، اتصل فيني أبوكي وقال لي إنه هو بده يتركنا، يعني الشرطة ما رح تفيدنا، فهمتي؟ لا أمي ما رح، أكيد متذكر إنه اليوم عيد ميلادي، بابا أكيد انخطف، لو ما خطفوا كان رح يجي على عيد ميلادي. ما بصدق، أكيد هو ما رح يتركني بهيك يوم، هو بيحبني. أمي أنا بدي أبي يجي، اشتقت له. شو بها؟ شو صار لهي البنت؟ ليش رمت الهدايا وراحت؟ نرجس لوين رايحة؟ خير شو صار لها؟ ليش عم تركض؟ شو بيعرفني؟ هي على طول بتضل زعلانة. أنا هلا رايح، أنتوا ضلوا هون عم تلعبوا. ماشي. وقول لا تقول أنت كمان بدك تروح. شو رأيك نلعب لعبة تانية؟ إيه يلا. 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 بصراحة ما عم أعرف شو بدي أقول يا ماهر، رغم معرفتك إنك ابنه لهارون بيك، أنت رحت وسافرت على بلد الغربة، يعني طول هذا الوقت كنت بتعرف إنه أبوك موجود هون، ومع هيك تركت كل شي وراك ورحت وعشت بعيد عن العز والمصاري تبعون. شو عم تقولي يا كلثوم؟ أنا هلأ خلص فقدت أخي، شبك عن أي مصاري عم تحكي أنت؟ لا يا فكرات، أكيد أنت ما فقدت أخوك، أنا ما بديك تحكي هيك، نحن رح نضل إخوة طول العمر. عن جد رح نضل أخوة؟ تعال قرب لعندي، شيل هاي الأفكار من راسك، تعال. ليش هالكلام؟ بالحقيقة حماتي أمينة مرة كتير طيبة، طول هاي السنين عاملتك مثل ابنها. مستحيل إنسى معروفة، حتى هي بتحبك أكتر مني. ما تقول هالحكي. لا صدقني أنا متأكد. إيه فعلا حكيه مزبوط، عن جد هذا هارون بيك نزل من عيني بعد ما سمعت بهي السيرة. كيف بيرمي ابنه هيك رمي؟ عن جد مو معقول هالرجال شو طلع قلبه قاسي. خلاص انتبهي لكلامك، مين نحنا يعني؟ ما نحنا عائلة ماهر كمان. لا أكيد أنا ما قصدي أحكي أي شي غلط، أكيد أنت واحد منا وإلك غلاوتك. كلثوم لا تحكي هيك، عادي ولا يهمك. أجور وين راحت نرجس؟ ما بعرف وينها.
يلا انت تخبى وانا رح عد. ماشي، واحد، اثنين. وين راحت البنت؟ ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 12. نجس؟ عم تلعب الغمادة ومتخبية هون؟ لا يا أهبل، أي غمادة هاي؟ أنت شو عم تعمل هون؟ كنت بدي أتخبى ورا هي الشجرة من أوغور. إيه وليش جاي لعندي هلأ؟ روح من وشي وتخبى بمكان تاني يلا. أنت كنتي عم تبكي؟ أنت شو دخلك؟ مين مفكر حالك لحتى تتدخل فيني وتسألني هاي الأسئلة؟ بسرعة روح من هون أحسن لك. ليش هيك عم متعصبة علي؟ أنا كنت بدي أتخبى ورا هي الشجرة بس وما بدي أعمل لك شي. روح والعب بعيد من هون يلا. أنت شريرة كتير وأنا ما بحبك. وأنا ما بحبك كمان. عن جد واحد غبي. تعال هون، لوين رايح؟ رجع على البيت. هذا الولد هيك رح يضيع. أحمد، أنا شو دخلني فيه؟ أحمد سامعني؟ أحمد تعال. وينك أحمد؟ رد علي. خلص تعال رح ألعب معك. أحمد، أحمد لوين رحت؟ أحمد خلص تعال لا تزعل. أحمد، أحمد أهلك بدهم إياك. تعال أحمد، 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 أحمد ما كان بدي زعلك. أحمد لوين رحت؟ أحمد، أحمد تعال حاكيني. أحمد. آسيا، شو بدك؟ ليش جاي لهون؟ نرجس كانت مقهورة كتير، كانت عم تركض من القصر وتبكي. قلي لي صاير شي معكن؟ هي كانت عم تبكي؟ قلي شو صار؟ شو عملت لبنتي؟ ما بعرف، هي كانت جوا وحاملة الهدية تبع أحمد وبعدين بلشت تبكي لحالها. أمي، أمي ساعديني. نرجس، أمي شو اللي صاير؟ قولي. أحمد مفقود. كيف؟ كيف يعني أحمد مفقود؟ كنا بالغابة، يعني أنا كنت بالغابة، بعدين أنا صرخت عليه وهو راح واختفى لحاله. والله نرجس أنتي دورت عليه منيح؟ دورت عليه بكل مكان، ما قدرت لاقي، ما لقيت. طلع علي يا بنت، كيف يعني ضاع؟ أنتي غرتي منه؟ شو سويتي لأحمد؟ قولي لي، قولي الحقيقة، أنتي شو عملتي مع ابني؟ يلا قولي. لا تحكي هيك مع بنتي. جمال، جمال،
شوفي حياتي ليش واقفين هيك؟ أحمد حبيبي، وين كنت أنت؟ خوفتني عليك، فكرتك ضايع. منيح، بس كنت عم ألعب لعبة الغضميضة. شفت يا أستاذ؟ لا، مو صاير شي لأبنك. نرجس آسيا، شو صاير؟ في شي مشكلة؟ لما فكرت أنه أحمد ضاع أنا توترت شوي، وبظن أنه هي كمان توترت لهالسبب. عن جد يا بنتي؟ أنتي لهيك بكيتي؟ لا، هو عصب علي لما سمع أنه ابنه ضاع، لهيك أنا بكيت. لا، معقول أنت جمال فوراً عصبت على البنت؟ تعال أشوف اللي أنا شو بدي أعمل بابنك، أصلاً ما لي علاقة فيه. ليكي نرجس، أنا ما قصدت أعصب عليك، بس فكرت صار له شي لأحمد وخفت عليه يعني، وارتفع صوتي بلا ما انتبه. مرة تانية انتبه لو سمحت، ولا تصرخ بوشها، هالقصة ما تنعاد. أنا ما صرخت عليها عن قصد، سمعت؟ قلت لك إني خفت إذا متذكر. خلصنا يا جماعة، روقوا، ما في داعي نكبر الموضوع. يي، حقك علي آسيا، بس شو بدنا نعمل؟ يعني هو خاف على ابنه وعصب لما سمع إنه هو ضاع. خلاص سامحي لعمك جمال وما تزعلي منه، يعني هو أبوه سمع إنه ابنه ضاع، لهيك صار فجأة شخص تاني. نرجس يا حرام، البنت كتير انقهرت من يلي صار، والله حرام. أخي ماهر، آلة العشب ما عم تشتغل معي، ممكن تجي تشوفها؟ يلا فكرة جاي. بالإذن منك. إذنك معك. شو هالزلمة الغليظ؟ بيتدخل بشي ما بيعنيه. كنت حليت المشكلة بيني وبينها، ما بعرف ليش اتدخل. لأنه هو أبوه جمال، وأنت صرخت على بنته، من الطبيعي تكون ردت فعله هيك. خلصنا حبيبي، حاجة تبالغ، ما بدها هالقد. تعرف ليش عم نحكي هيك؟ لأنه اليوم بيكون عيد ميلاد ابننا الحلو. يا سلام. يلا خلينا نروح نشوف التجهيزات يا روحي. يلا، ما بدك تجي حياتي؟ يلا لحقكم. خلص نرجس، حاج تبكي انت هيك عم تعذبي حالك، خلص يا روحي. اصلا هو بحياته ما حبني. انت شفتي كيف خاف على ابنه احمد وكيف عصب علي انا؟ يعني انا ما بكون بنته كمان؟ هو ما بحبني ابدا. صرت هلأ بكرهه أكتر. خلص نرجس، حاج تبكي، نحن شو حكينا من سنين عن هالموضوع؟ مو قلنا ما لنا بحاجة حدا؟ ونحن مكتفيين ببعض وقدرنا نحل كل مشاكلنا لحالنا، وهلأ شو ما عمل إذا حبنا أو كرهنا ما بيعنينا، لا تهتمي فيه. لما ضربتي أنا ارتحت، لأنه كان لازم يعرف كيف يحكي، هو بيستاهل هالكف. انت حياتي يا نرجس، منيح مرته ما شافتني لما ضربته الكف، شو كنا بدنا نقلها؟ ايه وتشوفك، ما بيهمني. نرجس، امي انا يلي رح احكي الحقيقة، رح اطلع على باب القصر واصرخ انه هالزلمة كان ابي وتركنا، وبدي خرب زواجه لهالتافه، ويضل هداك الولد بلا أب مثلنا. نرجس، بعرفك ما رح تعملي هيك تصرف حبيبتي، تمام؟
هو ما عاد بيعني لنا بأي شيء بالحياة، واعتبرناه ميت من وقت ما تركنا لحالنا، تمام؟ وحاج تبكي يا روحي. تمام. Zamanı demez kefaretini, sanmaz ile gidişini. Hiçbir söz dilinde dönen unutturamaz ihanetini. ما رح تصدقي شو يلي صار هلا، عن جد شغله بتحط العقل بالكف. خير شو الموضوع؟ اجا الاستاذ جمال وقال انه بده يحكي مع بنتك مشان يعتذر منها. ايه وشو صار بعدين؟ نطره لحتى طلعت ونرجس قالت له انه ما بدها تحكي معه وفاتت على الغرفه بسرعه، وكمان سكرت الباب بوش الرجال. تخيلي، قالت له ما بدي تعتذر، وهذا المسكين كتير خجل وصار لون وشه احمر وما عاد يعرف شو بده يساوي. ايه اليوم صارت مشكله مع الاولاد وغالبا اجا لحتى يعتذر مشان هي القصه مو اكثر. ايه صح، هو قال بده يعتذر وما خلته. شو قادرة؟ بنتك طلعت كتير قوية، سكرت الباب بوش الرجال وما فكرت بحدا. على كل حال أنا رايحة على القصر، الغبرة عم تستناني لحتى نظفها، قلت شغل عندي اليوم لحتى يخلوني نظف غبرة. ليكي جولسوم، إذا احتجتي مساعدة مني خبريني ولا تخجلي. أنت شو عم تقولي آسيا؟ لا أنا مستحيل خليكي تشتغلي بعد اليوم، لا تنسي إنك زوجته لماهر. بس ليكي رح قلك شغلة مهمة، لا تصيري مثل الست ندرات المنزعة وتكرهين عيشتنا كل يوم وتتغيري علينا، ماشي؟ ليش هيك عم تطلعي فيني؟ أنتي مرت ابنه للبيك ولازم تاخدي مكانك بيناته. هي إجا زوجك وأنا لازم روح، عندي شغل كتير. مرحبا ماهر، كيفك؟ ماهر قلي هلا انت مو على اساس ابن الست امينه، عن جد ما عم استوعب. بس اشرح لي لحتى افهم، انت طلعت ابن هارون بيك؟ ايه صح هذا الكلام، مع الاسف. قول شو ما قلت لك؟ ايه هي حابب اعمل قهوه، بدك تشربي معي شيء؟ ايه تمام. طيب ماتت أمي وهي عم تولدني، بوقت أفكر هارون شو ممكن يساوي لحتى يداري فضيحته. حطني عند أمينة ورضا الله يرحمه. أمينة هي اللي ربتك؟ إيه، بعد وفاة أبي رضا كانت كتير حنونة معي. وهي بتحبك مثل ابنها الحقيقي، خافت عليك كتير بالمشفى وما تركتك ولا ثانية. إيه بعرف، وأنا ما رح أقدر ردلها معروفة هات، هي ما قدرت تقلي الحقيقة، حذروها ما تخبرني، وهي عملت يلي قالوا لها عليه. بتعرفي شو أكتر شغلة مضايقتني بالقصة آسيا؟ إني وقت عرفت سافرت وبلشت أسس حياتي لحالي، وأكيد مع العلم إني كنت مكسور، بس كنت عم امشي لقدام ورح انسى. اتصل فيني هارون بيك وقال لي بدي اياك تجي لانه هو مريض من صغري، زتني وما اعترف فيني، وهلا اجى على باله يعترف بالحقيقه، وانا لازم اشكره وكانه ما غلط بحقي. معقول؟ شو انا بلا مشاعر؟ كيف بدي انسى كل يلي عمله؟ هو مريض سرطان، يعني الحاله صعبه. وشو وضع مرضه؟ ما بعرف، بتصدقي ما سالت؟ ويمكن أنا يلي ما بدي أعرف. قلت له إني إجيت بس لحتى أخذ حقي، يعني حصتي من الوردة، بس مو هي الحقيقة. ليش رجعت لهون؟ يمكن حبيت أزعج العيلة وكركبها، إجيت لحاسبهم على تصرفاتهم.
هلأ لا تفكريني شرير. بعد كل هالعذاب يلي عشته اجتني فرصة لأنتقم، بس ما رح أقتل حدا. بالحقيقة أنا ما بعرف شو بدي أعمل. وجعت لك راسك بكلامي. دائما تسمع همومنا، خلينا نسمع همومك شي مرة، هيك منتعادل وحدة بوحدة. طيب ماشي. بابا ليك، أنا هلأ غلبتهم كلهم وعملت مثل ما قلت لي، خليت عيوني كتير منيحة الطابة، بعدين شطة بقوة وبعدين جول. برافو عليك يا بطل، برافو، هيك بدي إياك على طول. حبيبي هلأ ما في حدا هون، يعني مانك مضطر تمثل وتقول لعمك ماهر يا بابا؟ لا آسيا، هيك بيتشوش عقل الصغير. أنت لازم تضل تقلي بابا ماشي حبيبي. إيه ماما، أنا بيتشوش عقلي هيك، وكمان بصراحة بحب ناديله أبي. أمي قولي لي، خلص البسكوت يلي عملته تيتا؟ بدك تدور عليه؟ تعال ندور سوا عليه، تعال يلا. أنا لقيتهم هون. طمني، صارت الكفتة أطيب حبيبي؟ ايه عن جد كتير طيبة، بتجنن، يسلم ايديكي يا رب. لك دخيل هالحكيات، ما أحلاهن يا قلبي. أنا رح أفتح. ست هيلين. مرحبا، كيفك علي، فيني أدخل؟ طبعا تفضلي. مرحبا، ألف صحة وهنا. أهلين، تفضلي تفضلي، أهلا وسهلا. تفضلي تعشي معنا. لا لا، أنا ماني جاي أقعد، جاي لحتى أعزمكن على الحفلة. في حفلة اليوم؟ إيه، نحن عم نحتفل بعيد ميلاد أحمد، وهو أصر إنه ما رح يطفي الشماء إلا إذا كان أوغور معه. خليني روح ماما، بترجاكي، الله يوفقك، خلينا نروح. بابا قال يا ريت تجي أنت وعيلتك لحتى نجتمع مع بعض اليوم بالسهرة، وأنا كمان رح كون فرحانة بوجودكن معنا، وأنت كمان علي، تعال معنا فورا. ايه ماهر، خلي أوغوري يروح مع علي، ونحن ما بدنا نزعجهم. ماما خلينا نروح كلياتنا، الله يوفقك، الله يوفقك، وأحمد كمان مع أبوه وأمه، لو سمحت بابا خلينا نحتفل كلياتنا مع أحمد. ما في داعي نزعل الصغير، منروح كلنا لهنيك. طيب ماشي. بابا شكرا كتير كتير إلك، أنا بحبك كتير. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Ahmad. تعال حبيبي يلا طفيها. لا تنسى تتمنى أمنية يا بطل، أي أمنية رح تتمناها رح تصير. بس شو يعني أتمنى أمنية؟ يعني رح يصير يلي بدك يا بس تنفخ عليهم. عن جد كل اللي بدي إياه؟ أي حبيبي، كل اللي بدك إياه. يعني فيني أتمنى من أحذية كرة القدم الحلوة تبع اللاعبين؟ إيه بس كمان لا تنسى، أنت أحمد دمير خان، يعني فكر بشي أكبر من هاي الأمنية السهلة. مثلاً فيك تتمنى يصير عندك نادي كرة قدم كبير تحت أمرتك. موافق؟ يلا ماشي، طفي الشمع. يلا طفيه. أنا رح طفي الشمع مع رفيق أوغور. طيب يلا ماهر، جيب ابنك وتعال لهم. صار وقت تنفخوا على الشمع. واحد، اثنين، ثلاثة. أوف، عيد ميلاد سعيد أحمد.
إذا بتسمحوا لي أنا بدي أحكي كلمة بعد إذنكم. يلا تعال نوقف هون. شو بكره الأحاديث اللي بلا طعمة؟ لنشوف شو بدها تحكي وإن شاء الله ما ترفع لي ضغطي. ويمكن رح أتأثر شوي لهيك لا تدققوا علي. يا جماعة ما رح تقدروا تتخيلوا قديش أنا فرحانة لأنه كلياتنا عم نحتفل بعيد ميلاد ابني اليوم يلي أنا بحبه كتير ومن حظي إني جبته وهلأ صار عمره 6 سنين. أمي أنا بدي عصير. وطبعاً من حسن حظي إني قابلت حبيبي جمال. أنت أحلى زوج بالعالم وأجمل أب بهالدنيا كلها يا تا. أنا بحبك كتير يا روحي. لا كسرتي إبريق الكريستال مو معقول. زاهدة إيه عمي يعني شو حكيت هذا الإبريق تبعي؟ حأكون علي بعتذر. هاد مجرد إبريق يا بنتي لا تضايقي حالك. على كل حال رح أقدم له الهدية الأولى للحلو. جاهز يا روحي مشان نفتحها سوا؟ آسيا؟ شو صار لك جرحتي إصبعك؟ مو مشكلة أنا منيحة. عم ينزف كتير. أنتي منيحة؟ جرح سلم إيديك. هي أحلى هدية لأحلى حمودة. تعال نشوفها يلا رح تعجبك كتير. يا شو حلوة. عجبني عيد الميلاد. زاهد اشترت لي كاميرا لحتى أتصور فيها. وكمان كتير غالية الهدية. إيه طبعا حبيبتي زاهدة دائما بتشتري الهدايا الغالية. يلا رح صوركن ثلاثتكن صورة. جهزوا حالكن يلا. تعا يا بطل. إيه هيك ها؟ تسمو؟ يلا جاهزين؟ ارفع أصبعك هيك. 1 2 3 يلا. آه حلوة كتير. خلينا نشوفها. ليك ورجيك ياها؟ أحمد أكتر واحد اتضحى. فيكي تصورينا نحن كمان صورة عائلية خالي؟ منشان تكون ذكرى من اليوم مو هيك بابا؟ أكيد يا بنتي. هاي لك أنا قربوا على بعض لنشوف. قربي آسيا. قربي أكتر. كانت حلوة الصورة. خد شي لأنت. بابا أنا رح أخذ الصورة ورح أضل معي طول الوقت. ماشي. دقيقة وأنا بدي صورة لكل العيلة تبعنا بما أنه هلأ كلنا مجتمعين خلونا نصور مع بعض. علي تعال يا ابني أنت صورنا. يعني كتير ضرورية هالصورة. يلا يا جماعة تعالوا. أيوة ماهر تعال يا ابني. زاهدة تعالي لهون لشوف. يلا تعال. يلا يا بطل. لا لا لا, لا بس دقيقة واحدة. استنوا شوي إذا سمحتوا. استنوا شوي. بابا طلب إنه يجوا وما حكينا وهلأ بدك يانا ناخد صورة عائلية. بابا خلص بكفي. شو القصة بالزور؟ خلصنا راجي بلا وقاحة. لا تتصرف هيك. شو هالحكي هاد؟ ماشي بدكن شي. أنا طالع طالع على غرفتي ارتاح شوي يمكن ارجع بس يروحوا ضيوفكن. هلأ عن إذنكن وبدي قلكن انتوا اجيتوا لهون كرمال عيد ميلاده لأحمد مو أكتر وهاي الحفلة خلصت وطفينا الشموع. راجي هاد أخوك ومتلك متله هون. أي أخ بابا؟ ها؟ أي أخ هاد؟ شو عم يصير لحتى تتغير الدنيا بهي الطريقة ويصير مثلنا مثله بهي العيلة؟ والله هذا الموجود
أنت لازم تتعود يا أخي. وصرت عم تقلي أخي كمان؟ لا خلصت شبكن ساكتين وعجبكن الوضع؟ ماما ليش أنت ساكتة هيك؟ لأنه ما حدا بهذا البيت أخذ رأيي يا روحي. إيه ولا رح أخده؟ خلصنا صروري هالكلام؟ أنا ما عاد بدي أحكي بالموضوع. ماهر ابني وحقه يكون هون، وحتى رح يجي يسكن معنا بهذا القصر هو وعيلته، وإذا حدا فيكن معاش بهذا الحكي يضب أغراضه ويطلع من بيتي. أجور حبيبي أنت حابب تعيش هون؟ إيه طبعاً أكيد بدي أنا بدي أضل حقك دائماً. يا سلام. يلا تعالوا أنتوا الاثنين يا جدو، لا شوفني رح يجمع بالونات أكتر. يلا يلا. هداك القصر كتير كبير بيشبه القلعة. انت فرحان لأنه رح تسكن بهداك القصر؟ ايه فرحان. معناتها انت كتير كنت كرهان العيشة هون. مو هيك، بس لأنه أحمد ساكن هونيك مشان نضل عم نلعب أنا وياه طول الوقت تيتا، وأنا أكيد بدي ضل أجي لعندك. والله انت محتال يا تيتا، لك دخيل هالوش. بعيد الميلاد كان في كتير هدايا، أنا بحياتي كلها ما شفت هيك هدايا كتيرة، وحتى رح يجيبوا لي لأحمد بوط رياضة. انت بدك بوط رياضة؟ لا عادي، أصلاً في عندي واحد حلو. طيب معلش ويصيروا اثنين. يعني بدك تشتري لي واحد مشان صير لاعب طابة؟ ايه طبعاً راح اشتري لك، وأي شيء بدك اياه بس قلي عليه. الله يخلي لي اياك يا أحلى أب. أمي فيني أحكي معك على جنب؟ ما بابا فيك تجي أنت كمان؟ أنا ما عم بفهم، يعني عادي شو الفرق إذا عشنا هون أو هنيك؟ أنت ليش معترضة هيك على هذا الموضوع؟ بصراحة ماهر أنا ماني حابة هاي النقلة، يعني ماني حابة تقل أنا أولادي على حدا فيهم. كيف يعني مهداك بيتي؟ هذا حقي وما حدا إله علاقة. أمي نحن ما رح نضل عايشين هون، خلي عمو ماهر يديننا مصاري لنعيش بمكان تاني. أنت بدك تروحي؟ إيه أكيد، أمي رح تشتغل وبترجع لك المصاري. أكيد المصاري مو مشكلة، أنا مو هيك قصدي، أنت نسياني إنكم مطلوبين؟ ايه منتخبى. طيب فيكم تتخبوا كم يوم وبعدين شو رح يصير؟ آسيا قليلي، إذا رحتوا أنا شو رح يكون موقفي؟ وشو رح أقول للعيلة إذا اختفيتوا هيك فجأة؟ أمي، أمي افتحي لي الباب شوي. يا أمي، أنت لازم تاخد عيلتك على السوق تشتري لهم تياب، شنطيهم كلها راحت بالحادث يلي عملتوه، لازم تجيب لهم تياب بأسرع وقت، وأنا نسيت نبهك على هالقصة. لا تاكلي هم أمي، رح حل هاي المشكلة بلا ما عذب آسيا والولاد. طيب بس لا تنسى يا ابني، خاصة إذا بدكم تنتقلوا على القصر مو حلوة يقولوا إنه ولادك ما عندهم شي يلبسوه. ما تاكلي هم أمي، أنا رح حل الموضوع. ماشي يا روحي، يلا تصبح على خير يا عيوني. وأنتي بألف خير. دخيل ألف. خلي لي ياكي. بنتي جيب الأغطية خلينا نرتب سرير لعمك ماهر، يلا بسرعة. أمي قلي لها أبوكي مو عمه، لأنه إذا قلتي أبوكي أكيد هي رح تتعود عليها، وهيك نرجس ما بقى تخربت فيها قدام حدا. طيب رح أقول هيك ماشي، الأغطية لأبوكي بنتي.
دخيل قلبك يا روحي انت. انت كمان ما اجاكي نوم؟ انت شو عم تساوي هون؟ طلعت شم شوية هوا. كيف صارت ايدك؟ وانت شو دخلك؟ بدي اطمن عليكي بس. لا تطمن، اتركني بحالي وبعد عني. عالاغلب انا روح بكرة، رح سافر من هون، رح نرجع أنطاليا. لهيك فيك تطمني بالك. أحسن، أنت لازم تروح. طلعي شوي فيني. اوعك تلمسني. طيب اهدي، خلص روقي. بس في شغلة بدي اسألك عنه. ماهر ليش عم يكذب عليهم كلهم؟ كيف يعني؟ عم يقول إنه نرجس وأجور هنن ولاده، وأبوهن ليكو واقف قدامك. ليش هيك عم يساوي؟ أي وإنت شو دخلك؟ ليش عم تسأل عن هي القصة؟ أنا عم فكر وما عم بقدر لاقي سبب منطقي. يعني هلأ يمكن أجور ما بيعرفني لأنه ما شاف. لأنك هربت يوم اللي ولدته. إيه صح، أنا عملت هيك وما بفتخر بي اللي عملته. بس نرجس كان عمرها 8 سنين وقت سافرت. ماهر ليش ما قال إنه أنت كنتي متزوجة رجال قبله؟ ولا خجلان يقول إنه تزوج وحدة مطلقة؟ أي نوع من الرجال أنت؟ لك أنت لازم تخجل على حالك بعد ما هربت مثل الأولاد وتركتنا هيك لحالنا. قلت لك إني معترف بغلطي، بس سألتك عن شي تاني. ماهر عم يقول هيك لأنه رجال شهمه فعلاً معتبرهم مثل ولاده، وأنا وياه اتفقنا ننسى كل اللي صار وكأنك ما كنت موجود بحياتي، وهو اللي اقترح إني ما فكر بالقصة. شو ارتحت؟ صار فيك تفوت تنام هلأ. لا ما عم بقدر، لأنه ولادي اليوم قالوا بابا لرجال تاني، لهيك مقهور فوق ما تتخيلي. جاي عم تقلي هيك بعد كل اللي سويته؟ آه؟ لك أنت حتى على المشفى ما أجيت وقت ولدت ابنك، هربت من دون ما تتصل ولا حتى تليفون واحد، بس فكرت بحالك ورحت وتركتنا وكأنه ما عندك عيلة. تعرف نرجس كم مرة نامت مقهورة من وقتها؟ كانت طول الوقت عم تبكي
وكل ما أقلها خلص يا بنتي تقلي بدها تشوفها، وببساطة عم تحكي هيك قدامي؟ خلص أنت ولا شي بالنسبة لإلنا يا حقير، عم تفهم؟ طيب إمتى سافرتي مع ماهر على روسيا؟ أنت شو دخلك؟ خلصنا يا ند الحاج تسألني، رحت وتركتنا هلأ اهتميت؟ فضول مو أكتر، ليش عصبتي هيك؟ استني وجاوبيني بالأول، أنت رحتي على روسيا قليلي؟ رحت بعد 6 شهور، أنا بعد ما ولدت أوغور بست شهور ضبينا أغراضنا ورحنا، شو رتحت هلأ؟ أنت عم تكذبي آسيا، عم تكذبي علي، لأني رجعت وشفتكن وكنتوا بنفس البيت. هيلين خير، شو بدك؟ لقعدت اتصلي بكفي، خلص بقى. نحن لازم نحكي جمال، عم احكي هيك لانه في شغله لازم تعرفها. لو سمحتي لقعدت اتصلي بكفي، يلي صار بيناتنا كان غلط، رجعت على اماسيا، يا ريت تنسي رقمي لو سمحتي. انا طلعت حامل جمال. كيف؟ ايه انا حامل ومتاكده، لهيك لازم ترجع، عم ترجعك جمال، لازم ترجع. بس أنا ما قدرت، أخذت قراري ورجعت لعندكن، بس هيلين كانت حامل واضطريت روح واترككم مرة تانية، ما قدرت. هلأ ما عاد ينفع الحكي، أخي أنت طلعت؟ طب ليش ما قلت لي إنك طالك أخذتك بالسيارة؟ لا أخذت تاكسي ومشي الحال، وأنت كان عندك شغل كمان، ما حبيت عزبك. ما في شغل أهم منك، لا تقول هيك أخي. ما تاكل هم أخي، أنا بعرف حل أموري منيح. يعني أنت ما حبيت عزبني؟ أكيد ما حبيت عزبك، ما أنت أخي يا فكرت. الله يخلي لي إياك، أعطيني عمك. لا عادي، خلص روح كمل شغلك، روح. طيب. يلا يلا.
فقت الصبح وما لقيتك بالبيت، قلقت عليك. كان عندي فحوصات اليوم الصبح، لهيك طلعت قبل ما تفيقوا. يا ريتك ما رحت لحالك. لا عادي، أنا صار وضعي منيح، وكمان كان في عندي شغلات تانية. ماهر أخي؟ هارون بيك من الصبح قلنا مشان نجهز لكم الغرف، وأنا جهزت كل شيء وخلاص، هلأ صار فيكم تنتقلوا على القصر أيمت ما بدكم. يا سلام، رح ننتقل على القصر. فرحت يا حبيبي، تعال فرجيك غرفتك بالقصر. يلا أمي، فيني روح شوفها لغرفتي؟ اي روح مع مرت عمك، يلا ونحن جايين وراكم. يا يلا. سلام، على مهل على مهل. شوف التخت ما احلى. ايه حبيبي لا تنط هيك، هلا التخت بينكسر. ما رح ينكسر عادي. كيفك يا روحي، انت منيحه؟ هلا من شوي كان هون، كل شوي رح يطلع بوشنا. تعال شوف يا بطل. حابب اعرف شو هي الهديه. بابا شو اشتريت لي؟ وهي لك نرجس. عمك ماهر اشترى لك تياب انت واخوكي. يسلموا عمو ماهر. شوف شو في جوات، اشتريت لك كتير شغلات. بابا اشترالي بوط رياضة جديد. مثل البوط يلي كان بدي يا أمي. تعال أساعدك مشان تلبسه. يلا مد رجلك. استنوا. تمام. يا سلام شو حلو. يسلم ايديك بابا حبيبي. حلوين. تتهنى فيه. تعال نربطه، لازم تربطه منيح يا بطل. أهلا وسهلا فيكم، طمنيني الغرف تبعكم جاهزين؟ جبتوا الأولاد؟ جاهزة وانتقلنا عليها. آه حلو، كتير منيح. ما بتتخيلي قديش أحمد فرحان لأنه أوغور بده يعيش جنبه هون. نحنا كنا رح نضل معكم، بس مع الأسف نوينا نرجع على أنطاليا. عن جد ما رح تضلوا هون؟ لا والله رح نسافر لهنيك، بس يعني أكيد رح نضل نجي لهون كل فترة، ونحنا رح نضل على تواصل، وأنتي لازم تعملي لنا زيارة مع الأولاد. لو ما كنت بعرفكم كنت فكرتكم رفقات من زمان كتير، مبينين من سجنين. ايه شو المشكلة زاهدة، ولا لتكوني غرتي؟ لا وليش لحتى غار، بس مبسوطة لأنه صار عندك رفيقة جديدة مثل لآسيا. أنا رايحة هلأ، في عندي شوية شغل. الله معك. يعني ممكن تفهميني أنت ليش عم تتقربي من هدول الناس وتحاكيون؟ هدول الناس يلي عم تحكي عنهم هنن أخي ماهر وعائلته راجي. أنا راجعة على أنطاليا، لهيك عزمتهم يجوا لعنا. راجعة على أنطاليا أنت وزوجك؟ حكيتي مع بابا بالقصة؟ إيه هلا حكيت معه. زعل كتير وتأثر، ما بعرف، حاسسته كتير صاير حساس. طبيعي لأنه بنته الوحيدة رح تتركه وتسافر وتبعد عنه كمان. وأنا زعلت لأنه رح تسافروا. هلا عن جد زعلتوا إنه رح نرجع لأنطاليا؟ أختي أنا ما عندي مشكلة معك أنتي، بس بتعرفي بابا أصر أنه زوجك جمال يشتغل معي بالشركة، وهذا الحكي ضايقني وما عاد أتحمل. وهلأ كمان طلع لنا ماهر، شي مزعج. بالإذن أنا رايح على الشركة هلأ، كتير مشغول. آه أخي بدي روح معك لهنيك، بس استنى بدي جيب شنطايتي. ليش خير؟ عندي شوية تواقع بالفندق، ما في أي شي مهم. طيب أختي خليكي أنت مرتاحة بالبيت، وأنا بخليهم يجيبوا السجلات لعندك لهون. لك أنا ما بجي لهون غير كل فترة، خليني أتفقد الوضع. هلأ أسسوا الجناح الملكي، بدي روح شوفه اليوم. انطرني شوي. ماشي أنا ناطرك. شت. تمام، هي ارتحت من جمال، وهلأ ما بقي غير نشوف وضعه لماهر. هنن بالأول احتلوا القصر، وبعدين رح يحتلوا الشركة.
حبيبتي أنا مراقب الوضع، أنت لا تشيلي هم، ماشي؟ أكيد مراقبة. إيه طبيعي. انتبه. نرجس الشاي. شبك يا روحي؟ ليش عم تبكي هيك؟ هو رح يروح، رح يسافر مرة تانية. جمال اللي قال لك بده يروح؟ هلأ حكيت معه وصار يعتذر مني وقال لي إنه خلص رح أطلع من حياتكم لحتى ترتاحوا، بدهم يروحوا على بيتهم بأنطاليا. عادي يا بنتي ويسافر. زعلتي لأنه بده يروح؟ معقول إزعل؟ بس اتضايقت لأنه صار هيك مرة تانية. أنا كنت رح أنسى وكفي حياتي وأتعود، لو ما طلع بحياتنا مرة تانية كان أريح. يا ريت يا بنتي. أمي أنتي ما نسيتي لبابا مو هيك؟ أمي ديري بالك ترجعي تحبيه مثل قبل، انسي لا عاد تفكري فيه. الله يوفقك الله يوفقك. أنا ما نسيت اللي سوا فيني يا بنتي، وأكيد ما رح سامحه بهالبساطة. أي حدا بيعمل فينا هيك بيخسرنا. وأبوكي كان أناني معنا، أكيد ما رح سامحه. خلص نحن تعودنا نعيش بلا. أكيد تعودنا يا قلبي. خليه يروح منشان نعرف نعيش حياتنا بلا مشاكل. جمال شو عم تسوي؟ يا سلام ما أحلى عليك. شو نابق لك يا حياتي؟ شو هالحلقات كله؟ ها؟ إيه لا بقلي بس كتير غالي. خلص عادي ما في داعي نشتري، ما في داعي هلأ، منجيب شال تاني أرخص. طيب خلص منلاقي أحلى منه. ماشي. شو حبيبتي كأنه عاجبك هذا الطوق اللي قدامي؟ ايه عاجبني، بس شو هاد يلي مكتوب عليه؟ لا جمال خلص ما في داعي نشتري، هاد غالي كتير، خلص ما نجيب له شي تاني. هلأ أنا شفت شغلات كتير. أنا ما رح اشتري لغير لأنه ما رح نلاقي أحلى من هالطوق، قد ما كان غالي بدي اشتري. أنا بحبك كتير بابا. الله يخلي لي اياه حبيبتي. ايه خلصنا يا بنتي، شو هالحركات كلها؟ كله شقف الطوق. والله هالبنت بتحبك أكتر مني. أنا بلشت غار نرجس. لك تخيل روحك يا قلبي أنتي. Thank you.
تمام حبيبتي تمام، خلص منظبطها شي يوم بس تكوني فاضية لكم. ماشي حبيبتي، ديري بالك على حالك، باي باي. ليش هيك؟ لا مو طبيعي اللي عم تعملوه فيني يا أحمد، خربت لي الفستان، ليش هيك عملت؟ أحمد أنا شو بدي ساوي هلأ؟ أحمد تعال هون لأشوف شو صاير؟ ليش هيك عملت بالفستان؟ بس فهمني. بس مو أنا اللي خربته. عم يقول مو أنا اللي خربته؟ قول شو علمناك أنا وأبوك؟ لازم على طول تحكي الصدق لو شو ما صار، لا تكذب علي أحمد بنوب، لا تكذب. بس أنا ما عم كذب عليك يا أمي. خير شو صاير هيلين؟ يلي صاير يا جمال إنه أحمد أخذ الحمرة تبعي ومخرب لي الفستان وعم يقول إنه مو هو. طيب بسيطة يعني، أحمد طلع فيني لشوف، ليش هيك عملت بالفستان حبيبي؟ كانت أمك بدها تلبسه اليوم. بس مو أنا اللي عملت هالشي. لك لساته لهلأ عم يكذب، لكن مين اللي مسك الحمرة تبعي وخرب لي الفستان أحمد؟ مو أنا. هيلين خلص لبقى تصرخي. بس يا جمال الصبي غلطان ولهيك أنا عم صرخ عليه. بعرف إنه غلطان بس لا تصرخي. ما رح تعيدها مو هيك؟ يلا تعمعي، خلينا نشوف شو بدنا نعمل. يلا حبيبي خدي من وشي جولسو، ما عاد بدي شوف. طيب شو بدي أعمل فيه مدى؟ ما بعرف، إذا بدك كبيه بالزبالة أعملي أي شي بدك يا. حقك علي آسيا، أكيد زعجتك بصوتي وتعصيبي. لا بسيطة، لا تعصبي لساته ولد. ايه ولد بس صار لازم يتعلم انه وقت بده يخرب رح يتحاسب، وفوق كل هاد ما بيصير يكذب علي مزبوط؟ اكيد بيكون زعل كتير، لروح شوف شو عم يعمل. حاكن علي يا جماعة. انتي ليش هيك عم تطلعي فيه؟ قليلي شو فيني اعمل فيه؟ وانا شو بيعرفني كلثوم؟ هاد صار بده كب والله. يا سلام، ما بدي اياك تزعل. اسمع شو رح اقول لك، بتروح وبتعتذر من امك وهي بتسامحك، ماشي؟ يلا روح. بس أنا ما عملت شي يا أبي. طيب ماشي، أنا مصدقك إنه مو أنت. لا تزعل مني لأني صرخت عليك، تعال خلينا نتصالح. يا روحي أنت، أعطيني بوسة. شكراً. أمك ما عاد تصرخ عليك. تمام، أنا كنت معصبة كتير، حقك علي، وأنا كمان زعلت منك. عمل شو ما بدك بس لا تكذب. ها؟ وأبوك كمان أقوى. قوي يلا يا عيني. يا روح حبيبي. هلأ بدك تجاوبيني بنتي، شو أنتي بدك تجنينيني يعني؟ بدك يانا نتقلع من هالبيت ولا بدك الشرطة تمسكنا نرجس؟ ليش عم تحاكيني هيك؟ ليش أنا شو عملت؟ مو أنتي ورا اللي صار؟ خربتي للفستان، سببتي ببهدلة للولد الصغير. ايه أنا شو أعمل له؟ بيستاهل. رح أقبل بكل شي بس الولد شو ذنبه؟ فهميني، كيف إلك قلب تعملي فيه هيك؟ وأنا ما حدا بيحس فيني. زعلانة عليه وأنا مو فارقة معك بنوب؟ ليش ما حدا منكم بيتذكرني؟ بنتي مين قلك إنه نحن مو حاسين فيكي؟ أنا عم شوف هالشي أمي. أبي هلأ عنده عيلته، بس نحن مين؟ أنا ما عندي أب بنوب أمي. بس يمكن الحق ما يكون على أبي لحاله، يمكن أنت السبب بكل شي صار.
انت شو عم تحكي نرجس؟ عم قول يلي عم شوفه امي. يمكن لو انت ما كنتي عم بتنقي وتنكدي عليه طول الوقت ما كان راح لعند وحده غيرك، وكان كل شيء تغير هلا. كان بده يكون معنا مو معهم، وكنا ضلينا عائله وحده. بس خلصنا خلصنا بقى نرجس، حكينا كثير بالموضوع، انتهينا. انا ما رح اعيش مع ابوكي ابدا وما رح سامحه ابدا، عم تفهمي؟ كل هاد بسبب ماهر مو هيك؟ هو يلي عم يلعب بعقلك، مشان هيك انت ما بدك بابا. انت شو عم تحكي نرجس؟ لانه حضرتك هلا حاببتي لماهر. اسكتي بكفي، خلص روحي، بتضلي بغرفتك وما بتطلعي. آسيا، شو يلي صاير؟ ماني حابة أحكي بالموضوع هلأ لبعدين. طيب مثل ما بدك، إذا بدك منلغي مشوار المساء، مع أنه مو حلوة أنه نتراجع. مو قلنا لهم أنه رايحين؟ لا هلأ برو شوي ومنروح. طيب شو هاد؟ جبتلك يا مباري بيلبق على عيونك، رح يطلع حلو. رح أروح شوف نرجس. طيب ماشي، خدي راحتك وأنا رح أجهز حالي هلأ. نرجس بنتي الحلوة، لا تزعلي مني، ما بعرف انت كيف فكرتي انه في شي بيني وبين ماهر مثل ما حكيتي من شوي. ابوكي ما عاد موجود بحياتي نرجس، بدك تتقبلي هالشي. حفكر بطريقة لنروح منه، بس اعطيني شوية وقت كمان. عم أعمل كل هاد الشي كرمالكن نرجس، لا تزعلي ماشي أمي. طبيعي، لازم نهرب من هون منشان يضلوا هن عايشين ومبسوطين. لا يا أمي، أنا ما رح أقبل بهذا الشيء. نسيت زرار القميص. أنا رح أجيب لك ياهم بابا. يلا جيبهم على السريع من هداك الدرج. حبيبي الشاطر. اللي جمال، انت ليش على طول شارد وما عم تركز بنوب؟ انا مالي شارد، تعبان من كتر الشغل، ما عم بعرف اهدى بهالشركة. تخيلي جبت لك ياهم بابا.
برافو عليك يا بطلي، برافو عليك. هالبطل جاب لي الزرار من الدرج. طيب أنا جاهز. أنا لسه ما خلصت. عادي مثل كل مرة، نحن رح ننزل. شو معلم أحمد جاهز؟ يلا بلحقكم بعد شوي يا روحي. تعال حبيبي يلا. رح خلي هدول هون بس تخلصي باخدهم. ايه لا انتي لا تتعذبي، انا بنزل لك ياهن. انتي ليش لهلا ما لبستي؟ اه ريحه برفان الست هيلين وصلت للمطعم وانتي لساتك قاعده ولسه ما لبستي. يا الله رح تجننيني. مو مشكله انا بدقيقتين بلبس، لا تخافي علي ابدا. خلص هي دقيقتين من ايام زمان، انتي هلا صرتي من عيله ديمير لا تنسي. في مجال تتفضلي معي لهون يا ست اسيا؟ يلا. شو صار لك جولسو؟ انت كنت هذا البيت الجديد، اسمعي مني ولا تحكي ولا حرف، بس ركزي منيح. ايه بس انا ما بدي يصير هالشي ابنه. صار ومشي الحال، الحمد لله على السلامه، ما عاد فيكي تعملي شيء ابدا هلا. اتركيني مشان زبطك، خلي كل العيله يشوفوا مين بتكون آسيا. ايه لك تمام. اول شيء رح نحط شويه مكياج لانه المكياج مهم، ما بسمح لك انك تروحي مثل الشبح. بس انا ما بحب حط مكياج، مو متعوده عليه. بتحبي او ما بتحبي خلص رح تحطي مكياج اليوم. بعرفك انك حلوه كتير وما في داعي تتمكياجي، بس لازم تطلعي اليوم مغطي على كل الحضور. وقت انت بدك تمشي العالم لازم يعرفوا انه الست آسيا ديمير مرقت من هون. عم تفهمي علي؟ حركي شبك. بعرف انه عجبتك الفكره. يلا لشوف، خلينا نبلش. قعدي منيح يا اختي. يلا فرجيني لشوف الابتسامه. يا سلام. تمام. مو كترتي كأنه؟ استني شوي، وين حطيت الحمرة؟ لازم لاقيها فورا. ايمت انتو بدكن تروحوا يا ابي؟ هلأ بعد شوي. رح ترجعوا قبل ما نام مو هيك؟ لا بتنام وما بتستنانا، اذا تأخرنا بالرجعة انا ببوسك وبفيقك. ماشي؟ تمام. مرحبا أخي، والبقية وصلوا هلأ على الفندق. يلا خلونا نمشي. آسيا أنتي طالعة كتير حلوة وبتاخدي العقل. بس مو أحلى منك حبيبتي. هذا من ذوقك. مو طالعة مثل الملاك يا أمي؟ هاي حبيبي مثل الملاك تماما. هالصبي طالع لأبوه بيعرف يغازل البنات، ما بيقدروا يشوفوا حدا حلو وما يعلقوا. بس أنا اليوم ما سمعت ولا كلمة. خلينا نمشي مشان ما نتأخر. جولسوم اسمعيني، هالشاب الصغير بأمانتك. تعال عندي يا أحلى أمير، خلينا نروح أنا وياك مشان نجهز القعدة سوا. بدك تعملي لي بوشار اليوم؟ طبعا رح ساوي لك بوشار، معقول القعدة بدون بوشار؟ يا سلام. جولسوم شكرا كتير، وقور ونرجس كمان بأمانتك. تكرمي، أنتم بصوا بالمشوار.
تسمع كلمة جولسوم أحمد تمام؟ حاضر مدام آسيا. يلا باي. برافو برافو برافو، يعني بصراحة هالشيف عامل سفرة بتليق بالملوك عن جد. ولما بحكي عن الملوك يا بابا بقصدك أنت. يا روحي فيك تنادي لهم مشان يبلشوا يسكبولنا؟ أكيد. حلو كتير. شي بشهي، ذكرني بالأكل وقت كنا بروما. عن جد هالشيف شاطر. أنا ما بحب هذا النوع من الأكل، بحب أكل من الأكل الدسم تبعنا أكتر. ما هذا الأكل ما له طعم، كأنه مسلوق سلق وبدون دسم مثل أكل المستشفيات. يعني أنت هلأ ما عم تحسي بطعمة الأكل؟ كتير منيح. أنا عم أغصب حالي على الأكل أحسن ما ينكب حرام. حبيبتي شبك؟ شوف الأميرة تبعك قاعدة عم تشرب مي كأنه ما عجبك الأكل. آسيا إذا ما حبيتي الأكل منطلب لك شي تاني على ذوقك. لا عم أكل، يسلموا إيديك. تعرفي تطبخي منيح يا بنتي؟ إيه بعرف. أنا متأكدة إنك شاطرة بالطبخ ماهر. يلا حكي لنا شو أطيب أكلة بتعملها آسيا؟ يعني هي كل شي بتطبخه بيطلع طيب. مربى اليقطين بتعرفي كيف بنعمل؟ لا ما بعرف أعمله. بتعرفوا جمال بيحب مربى اليقطين بشكل مو طبيعي. ما في مرة أكلنا فيها مربى اليقطين بمحل أو عند شي حدا إلا ولقينا الطعمة مختلفة تماما. يعني منيح طلعتي ما بتعرفي تعمليه، لأنه صهرك ما كان خلاك تنامي قبل ما تعملي له منه. أنا قلت صهرك مو؟ ما بعرف إذا بيكن لك صهر أو شي تاني. أنا وآسيا كنا عم نحكي بهذا الموضوع وإنه ما عاد عرفنا كل واحد شو لازم نناديله. كيف لقيت الأكل ماما؟ عجبك كتير ولا ماشي حاله؟ عجبني كتير، طالع طعمه ممتاز والتقديم روعة، يعني شي فاخر. يعني عن جد برافو عليك إنه جبت هالشيف لهون على المطعم. أوه منيح اللي في حدا عاجبه الأكل تبع اليوم. صحة وهنا ماما. بس أنا هلأ كنت حابة أقول شغلة. هلأ المفاجأة تبع سهرة اليوم المفروض يكون الشيف،
بس المفاجأة الكبيرة كيف قدرت تتحول هالبطة السوداء لهالحلا والجمال ما عم صدق. ماهر عن جد عيب الواحد يحكي، بس ما كانت بتشبه البطة السوداء؟ بلا بتشبهها. آسيا من طول عمرها حلوة، بس اليوم طالعة مثل الأميرات. إيه. شكراً كتير.